مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الحلقة التي برمجناها استثناء الأربعاء في حلقة جديدة من برنامجكم المغرب في أسبوع، بعد طول غياب بحكم العيد إلى غير ذلك من الظروف اللي راكم واكبتوها جيدا. نتمنى أن تكون هذه الحلقة فعلا حلقة استثنائية، لأن موضوعها الأساسي سيكون هو حصيلة الحوارات السابقة اللي درناها مع مجموعة من الفاعلين حول الاستراتيجيات التي يعتمدونها من أجل التغيير. غادي نحاولوا ما أمكن نديروا خلاصات واقتراحات. تتزامن الحلقة ديالنا مع حدث بالتأكيد الكل اتفق عليه هذا الصباح، وهو خبر إصابة قاتلة الصحفية اللي كنا نعرفها شيرين أبو عقلة من طرف قوات الاحتلال، كما تدل على ذلك كل شواهد القرائن اللي عندنا لحد الآن، ولو أن الصهاينة يحاولوا كيف العادة ديالهم أنهم يتبرعوا. شيرين أبو عقلة جيل من مشاهدي قناة الجزيرة منذ البداية ديالها، لأن تقريبا كانت هي من الصحفيات الأوائل اللي التحقوا بالجزيرة. الاستشهاد ديال شيرين أبو عقلة في فلسطين في القضية الفلسطينية تأكد لنا أشنا هو الدور المحوري اللي عند الصحافة وعند الإعلام في نقل الحقائق إلى غير ذلك. والصحفي دي تحترم راسه وتحترم المهنة ديالو، هو تيبان الخدمة ديالو والأثار ديالو عند الناس. والصحفي اللي ما بغاش يحترم راسه وما بغاش يحترم الخدمة ديالو، تأكدوا بأنه تيمشي واحد ما غيتأسف عليه حتى واحد وما غيذكره حتى شي واحد. فهذه مناسبة لتحية كل الصحافة الحرة والإعلام المستقل والنزيه اللي تيحرص على نقل الحقائق. نبدأ الحلقة ديالنا. عندنا مجموعة من الأخبار، وطول المدة بالتأكيد ولات الأخبار كثيرة بزاف. معنا في الشاشة فؤاد، سارة، مرحبا بكم، أهلا. أنشطوا جميعا هذه الحلقة. وكي العادة ما معناش في الشاشة ولكن معانا في كل المراحل ديال إنجاز الحلقة. ريفيزيون، شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى المجهود. نبدأ بأول خبر، هما جوج ديال الأخبار تزامنوا ولكن في موضوع واحد. الخبر الأول هو واحد المؤتمر انعقد اليوم في مراكش ديال واحد التحالف يتسمى تحالف دولي ضد داعش أساسا. واليوم يعني رحنا على أبواب الذكرى ديال 16 ماي 2003، تذكرون التفجيرات ديال 2003، راح ضحيتها 45 شخص منهم 12 ديال الانتحاريين، وما عندناش شي تسمية أخرى باش نكونوا واضحين ولا هذا إلا أنهم انتحاريين. ولكن اللي تيهمنا أن من ذاك الحدث كله إلى الآن، لأن تقريبا راه 20 سنة، بدأت هذيك الأحداث ديال 16 ماي بواحد التوسع في الاعتقال، متصورش لأنه تقريبا وصلت ل 8000 شخص. الآن بعد 20 سنة شنو هي الحصيلة ديال مواجهة الإرهاب؟ غتلاحظوا بأنه اليوم كاين حديث على هذا التحالف، وللحقيقة هذا التحالف تيضم تقريبا 85 دولة، راه اللي حضروا في المغرب هو 37 دولة فقط ماشي 85. ومن هاد 37 راه كانت ملاحظة هذه إلى تبعتوها بأنه اللي شاركوا بشكل شخصي، إذن أنه واحد التحالف هو راه مازال غادي تيتبلور ولا هذا، وهذا واش إنجاز ولا ماشي إنجاز ولا هذا، دائما الأمور بالمخرجات ديالها. في مدة ديال 20 سنة
فين ما تنتكلموا على الإرهاب تنختزلوه حصيلة أمنية. وهذه الحصيلة الأمنية شنو اللي تتبين لنا؟ تقدر تبين لنا بأنه كاين نجاح أمني، لأن فعلا الأرقام الرسمية اللي عندنا إلى حدود 2021 هو أنه المغرب استطاع أنه يفكك تقريبا 200 خلية، استطاع أنه يدير البسيج، وغير في هذه المدة ديال البسيج يعني من 2015 إلى الآن استطاع أنه يفكك 84 خلية. هاد كثرة ديال الخلايا تتوقف، نعم، ولكن كونها غادية وتتزايد ولا كذا راه تيبين لنا بأنه راه كاين فشل في واحد الجهة أخرى، لأنه الاستراتيجية الوقائية ما نجحش على الإطلاق. غنعطيكم مؤشر فيها واحد، هو واحد البرنامج ديال المصالحة، فيه الأمن وفيه الإدارة ديال السجون وفيه الرابطة ديال العلماء يعني المؤسسات الدينية إلى غير ذلك. إلى الآن يلا 200 واحد اللي دازت في هذا البرنامج ديال المصالحة. المؤشر الثاني هو حالات العودة اللي تسجلات. المؤشر الثالث هو البروفايلات ديال هاد الانتحاريين اللي تيديروا او اللي ضبطوا في العمليات ولا هذا. المؤشر الرابع هو الانتقال من المدن الى الهوامش وخارج المدن. والمؤشر الخامس كيف قلت لكم وهذا التزايد ديال عدد ديال الخلايا. هذا كله تيبين بانه هذاك النجاح الامني راه من موكباش اجراءات وقائيه، وبالتالي غنبقاو دائما هذا الخطر الارهابي يتهددون بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف. امر اخر وهو الكلفه الحقوقيه المرتفعه. انا ذكرت بانه في 2003 8000 ديال المعتقلين، ونزيد نذكر بانه في واحد الحوار الملك تيعترف بانه ترتكبت انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان، وطوطر غنكونوا مضطرين اننا نديروا برنامج ديال المصالحه بحال كيف درناه في سنوات الرصاص، والتوصيات ديال الهيئه ديال الانصاف والمصالحه الى غير حتى حاجه ما طبقات من هذا الشيء كامل. الامر الثالث وهو واحد الموضه وما غاديش نطول فيها الكلام بزاف، هي هذيك المواجهه الاستعراضيه بدات في مصر مع هذه المسلسلات ومع كذا، اللي تنحسوا بانه كانه في المغرب كاين اللي باغي يدخلنا لها. غندويوش على الابداع ولا غندويو على السينما ولا كذا، ولكن هذا الاختزال في هذه المواجهه ولا هذا بالتاكيد ما العلاج. هذا موضوع كبير بزاف ولا هذا ما غاديش نطول، نتمنى وشي مره نديروا شي حلقه في هذا. هذا هو الخبر الاول، الخطر ديال الارهاب خطر حقيقي جدا ماشي غير المغرب، كاع الدول، ولكن راه من الامور اللي مهمه جدا هو انه المقاربه ديال المغرب راه مقاربه ماشي ناجحه وماشي ناجحه عكس ما يصور. الخبر الثاني سارة. مساء الخير جميعا، نتمنى تكونوا بخير، خصوصا بعد هذا الخبر ديال اليوم. رحمه الله على الصحفيه شيرين اللي خلاتنا للاسف في هذه الحاله المهمله المفاجئه لطريقه التعامل الكيان الصهيوني مع الصحافه ومع المدنيين ومع فلسطين كامله. غنبدا بالاخبار اللي عندها علاقه بحقوق الانسان وعندها علاقه بمجال الحريات، وللاسف يبدو ان في كل حلقه كيكون عندنا خبر ديال اعتقال، خبر ديال اعتداء، او لا خبر ديال متابعه او لا حكم. في هذه المده اللي غبنا فيها لكم كان فيها جوج ديال الأحكام اللي كانت قاسية إضافة لعدد الأحكام السابقة، هو أن الناشطة والمدونة سعيدة العالمي تفاجأنا جميعا بالحكم عليها سنتين، وكانت دخلت في الإضراب عن الطعام، والحمد لله وقفاته بطلب من العائلة ديالها، ولكن للأسف الحكم عليها كان هو سنتين سجنا نافذا، وهي الآن متواجدة في السجن. أيضا الحكم من جديد على المعتقل السابق ديال حركة الريف ربيع الأبلاق بأربع سنوات. للأسف هذا الحكم كيزيد مازال اللي يخلينا نطرحوا الكثير من علامات الاستفهام والكثير من الأسئلة على واقع ديال حرية التعبير،
الى اي حد احنا غادي نمشيو في هذه الطريقه وهذه المقاربات الامنيه للتعاطي مع الديناميات الاحتجاجيه والتعاطي مع حريه التعبير والحق في ابداء الراي والحق في ابداء الموقف. ثم الحاله الثالثه للاسف اللي هي ديال الشاب ياسر العبادي اللي كان محكوم ابتدائيا بستة اشهر موقوف التنفيذ واليوم حنا كنتسناو النطق بالحكم عليه في فتح يونيو. للاسف حالات متعدده تنضاف اليها ونتفاجأ ايضا هذا الاسبوع باعتداءات جسديه وعنف جسدي في حق مدونين وحق نشطاء معروفين بالمواقف ديالهم اللي هما يوسف الحراج ومحمد قهدون. اذا للاسف هذا واقع اللي حنا تنعيشوا هذا الواقع ديال الحقوق وهذا الواقع ديال الحريات اللي كيخلينا اننا نطرحوا علامه استفهام في مستقبل الحريه ومستقبل الديمقراطيه في البلد. وربما الحلقه ديال اليوم تفتح لنا الكثير من النقاشات على هذه الطبيعه ديال هذه المرحله وعلى المخارج الممكنه بناء على الحوارات اللي دارت مع مختلف الفاعلين في البرنامج ديالنا. الخبر الثاني هو البارح كان المنع ديال الوقفه ديال العائلات ديال المفقودين من المهاجرين المغاربه. هاد العائلات هادو اللي كيطالبوا بجوج ديال المطالب اساسيه. المطلب الاول هو الكشف على الحقيقه والمصير ديال الابناء ديالهم خصوصا في ليبيا في تونس في الجزائر وفي اسبانيا. هاد الناس ما بقاوش عارفين المصير ديال الابناء ديالهم والاكثر من ذلك كتوصلهم اخبار ديال اما تفقدوا في الماء يعني الناس اللي هما ماتوا في البحر او لا هما محتجزين في مراكز الاحتجاز اللي كاينه في ليبيا يعني الناس مسجونه محتجزه ولكن ما كيعرفوش يوصلوا ليها. اذا هادو جوج المطالب اللي اساسيه زائد الاسترجاع ديال الجثث والاسترجاع والحل ديال الوضعيات الخاصه لبعض الابناء ديالهم اللي كاينه في هاد البلدان. دونك هما جاوا قدام البرلمان تم المنع ديالهم كانوا كيطالبوا وزاره الخارجيه باش انها تدخل وكيطالبوا اللجنه الدوليه للصليب الاحمر ايضا باش انها تدخل لدى السلطات الاسبانيه ولدى السلطات ديال هاد الدول اللي متواجده فيهم الابناء ديالهم. هاد الملف هذا تيحيي لنا الملف الهجره غير النظاميه والشباب ديالنا واشنو هما لي كونسيكونس ديالهم اللي كيختاروا انهم يمشيو للضفه الاخرى بسبب الوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه اللي كاينه في البلاد ديالهم. وشفنا مشاهد للاسف مروعه ديال الطريقه كيفاش هاد الناس كيحاولوا انهم يمشيو للضفه الاخرى وكيفاش ان هذا تيكون فيه انعكاس ديالهم سواء العنف اللي كيتعرضوا ليه في الحدود يعني الحدود المغربيه الاسبانيه او الحدود المغربيه الجزائريه والعدد ديال الفقدان وعدد الموتى اللي كان واحد التقرير ديال الكاميران دو فرونتيراس اللي كتكلم على ان هاد السنه ديال 2021 كانت سنه الأسوأ في التاريخ ديال لي ديسباري اون مير يعني لقينا راسنا ازيد اكثر من 4000 حاله ديال الناس المفقودين في الماء اللي في البحر عفوا اللي الناس ما عرفتش المآلات ديالها واللي فيهم نساء وفيهم اطفال ووصلت حتى 4400 ديال الناس اللي جايين من غرب افريقيا ومن شمال افريقيا. هذا الاكيد يسائل الوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه ديال الشباب ديالنا اللي بينا التقارير كثيره على انه كله يرغب في الهجره بحثا عن مخرج وبحثا على ان الوضعيه ديالو تغير ولكن ايضا يسائل سياسه الاتحاد الاوروبي وعلاقه المغرب معاه في هذا المجال ديال الهجره. هذه السياسه هذه اللي كتفرض الامن على ديال الحدود وبناء الجدارات وايضا محاوله ديال ان يتفرض واحد النوع ديال القمع وديال لا سيكوريزاسيون ديال هاد لي فرونتيير الشيء اللي كينعكس الاكيد على السلامه الجسديه وعلى الحياه ديال الناس اللي كيختاروا انهم يمشيو بالغياب النظاميه دون الحديث على الاشياء اللي كتحاول تفرضها اوروبا باش انها تصعب الهجره اللي هي نون كاليفي على حسب لي بروفيل اللي هي كتطلب على انه يمشي لها. دونك دون الاطاله في هذا الموضوع واللي مؤخرا تبين على ان حتى لي غوت ميغراتوار بسبب هاد لا بريسيون هادي وهاد لا فيرميتور ديال لي فرونتيير بدات كتعدد يعني كنا واحد الوقيته كنعرفوا غير سبته ومليليه دابا عندنا جزر الكناري دابا الاكثر من هادشي وان الناس كتختار انها تمشي تموت في ليبيا
وتدوز عن طريق ليبيا باش انها تدوز لاوروبا. اذا هادو اشكالات كثيره وهذا الملف يستحق الاهتمام سواء من المجتمع الحقوقي او لا من المؤسسات ديال الدوله اللي لازم انها تدخل وتجاوب هاد العائلات على الابناء ديالهم. وشفنا البارح في فيديوهات متعدده الامهات كيفاش كتطالب باسترجاع الجثث وايجاد حل للناس اللي مازالين على قيد الحياه وما معروفاش المصير ديالهم. الخبر الثاني هو جاء على بالموازاة مع حالات الاعتقالات ولا حادثة الاعتقالات في المقهى اللي كانت في الدار البيضاء بسبب الإفطار بين قوسين في الوقيتة ديال رمضان. هذا الحدث فيه ما غاديش ندخل في التفاصيل ديالو ولكن فيه جوج ديال الأمور مهمة. الحاجة الأولى هو هذا الجدل اللي كيثير كل مرة هذا الفصل ديال 221 في وسط المجتمع المغربي وكيفاش الدولة كتحاول عبر القوانين على أنها تدخل في الحياة الخاصة ديال الناس وعلى أنها تفرض واحد نمط معين ولا واحد التنميط ديال الحياة ديال الناس كيفاش خصها تعيش كيفاش خصها تاكل كيفاش خصها تشرب كيفاش خصها تفكر. النموذج الواحد في الفكر في السياسة في الاقتصاد في كل شيء، يعني هذه التعددية هذه في الديمقراطية بشكل عام كتدخل حتى في الحياة الخاصة. بل أكثر من ذلك هو أن الاختيار الشخصي ديال الناس يعاقب عليه بالسجن، يعني ماشي فقط حنا كنختلفوا فقط غير فواش أنت مع ولا ضد، ولكن مني كنختلفوا كندبروا هذا الشيء بالاعتقال وكندبروا بالقمع كيف ما كندبروا الملفات الاخرى للاسف. اذا باسم النظام العام وباسم القانون كتدخل الدوله بكل المؤسسات ديالها والقوانين ديالها باش انها تلجم الحياه الخاصه ديال الناس. واكثر من هذا الشيء هذه المره كان تدخل ديال السلطه بشكل مباشر مع النساء في انها تفحصهم وتطلب منهم واش عندهم عذر الشرعي ديال الافطار، وهذا في معامله مهينه ومسيئه للنساء، وهذا حتى هو دخل في العنف الجنسي. وكيطرح علينا واحد السؤال، واش العنف اللي خصنا نضل عليه الحركات الديمقراطيه المرتبطه بالنساء واش هو غير العنف اللي زعما متعارف عليه واللي كنتكلموا عليه، ولا عنف الدوله ايضا اللي كيتمارس في حق النساء وكيقيس الحياه ديالهم الخاصه والشخصيه بحال هذا النوع، يعني باسم السلطه باسم القانون باسم الحفاظ على النظام العام كتنتهك الحرمه ديال المراه. والاكثر من هذا الشيء وان كتسولها في امور ديالها خاصه، الشيء اللي كيتعتبر خرق في حقوق الانسان وعدم احترام الحريه ديال النساء والكرامه ديالهم. وبكل زعما بكل وضوح هو عنف جنسي يمارسه رجال السلطه بعناوين وشعارات مختلفه. اذا هادو هما الاخبارات اللي عندي، ما عرفتش الا مثلا عندكم شي حاجه في حقوق الانسان. ربما فقط اشاره انه المحاكمات ديال معطيمون جيب والمجموعه مازال مستمره، من جديد غتكون غدا جلسه جديده. وبغيت ننبه ربما تحفظتي ساره انك توضحي شنو كتعني بالعذر الشرعي، هو العاده الشهريه ديال النساء، وشنو هو التدخل في الحميميه ديالهم، هو النجاب بوليسيه اللي كتقلبهم في الحميميه ديالهم واش بالصح عليهم دم ولا ما عليهمش. دونك فيما عدا هذا البطل الرئيسي ديال الاخبار ديالي انا هو اخ نوش اللي صرح كذبا بان الوضعيه كتحسن، صرح بها البارح في البرلمان وعطى عليها مؤشر ديال انه تقلص العدد ديال العاطلين ب 68 الف شخص. هذا معطى حقيقي حسب الاحصائيات ديال المندوبية السامية للتخطيط، ولكن المندوبية السامية للتخطيط كتقول لنا تقلص العدد ديال العاطلين ب 68 ألف، تقلص العدد ديال الناشطين ب 78 ألف. يعني أن الناس اللي كانوا إما خدامين إما كيقلبوا على خدمة العام الفايت نقصوا بعدد أكبر من العدد اللي نقص ديال العاطلين، يعني العدد ديال المشتغلين بشكل عام تقلص. وملي كنزيدوا هذا على انه راه كيتزاد عندنا العدد ديال الساكنه اللي هي في سن النشاط كل عام ب يعني اعداد اللي كيمكن لها توصل حتى 370 الف في العام، كنلقاو بان المعدل ديال النشاط نقص من 45.3% الى 44.5%، والنسبه ديال الشغل الناس اللي خدامين تقلصات من
39.7 إلى 39.1، يعني أكثر حوالي 200 ألف ديال الناس اللي كيلقاو رؤوسهم حسب هذه الإحصاءات الرسمية ناقصين من شغل، من سوق الشغل بالنسبة للناس اللي هما في سن الشغل. المعطى الآخر اللي تكلم عليه سي أخنوش هو أن كيخص نشجعوا الاستثمار الخصوصي، راه الاستثمار الخصوصي كيدير 100 مليار والإحصاءات الرسمية أو الميزانية ديال الدولة كتقولنا بأن الدولة معولة استثمر هذا العام هذا 245 مليار، بمعنى أن ذاك الشعار ديال أنه الدولة هي الدولة الاستراتيجية والدولة المسهلة والدولة الموجهة، في الواقع ما عندناش قطاع خاص، أو على الأقل قطاع خاص مستثمر إلى ما كانش القطاع الريعي، عندنا قطاع خاص هامشي اللي لحد الآن ما زال ما لعب أي دور حاسم في الساحة الاقتصادية. وصرح أيضا أخنوش بأن النتائج ديال الاستثمار العمومي هي دون المستوى، واللي هذه يعني 20 عام تقريبا وهو في الحكومة، واللي الحزب ديالو راه في الحكومة من هذه 50 عام، واللي النظام ديالو حاكم البلاد دون منافس من هذه 65 عام، كيخصو يستخلص العبرة من هاد المقولة. نبه أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لابيرد أعلنت البارح بأنها كتوقع أن النسبة ديال النمو ديال المغرب غادي تكون فقط 1.2% هذا العام وفقط 3% العام الجاي، بمعنى أن من جديد الأرقام ديال المؤسسة الدولية أقل من الأرقام اللي كتوعدنا بها الحكومة، اللي من بعد ما كانت وعدتنا هذا العام غادي نكون عندنا نسبة ديال النمو ديال 3.2%، كانت آخر إعلان ديال وزيرة المالية قالت غادي نكونوا في 1.7 أو 1.8. الخبر اللي نبغي نقفل به واللي يفتح لنا الباب الموضوع ديالنا هو الاجتماع ديال التحالف اليسار الديمقراطي نهار الحد الفايت في بوزنيقة، اللي أعلن على أنه غادي ينجز المؤتمر الاندماجي ديالو في خلال السنة، وبالتالي كاين أفق وأمل ديال أنه تنقص شي شوية هاد الاتجاه إلى التشتت ديال القوى ديال التغيير. نمروا الموضوع الحلقة ديالنا اللي هو التركيز ورسمالة النقاشات، 6 ديال الحلقات اللي درناها مع فاعلين مختلفين من اليسار، من الحركة الإسلامية، من أحد مكونات المجتمع اللي هو الحركة الأمازيغية، واللي انطلقنا فيها من فكرة عند فريق البرنامج أن شروط المغرب لا ترضي أغلب المجتمع وأغلب المجتمع المدني، ولكن التغيير أو المساهمة في التغيير أو تحفيز التغيير كتبقى غادية بوتيرة ضئيلة جدا، وبلنا بأن المساهمة في تقوية النقاش حول استراتيجية التغيير هي مهمة آنية. وطرحنا هذا السؤال هذا على المخاطبين ديالنا، طبعا ما تمكنناش أننا نتوجه للجميع، كاين العديد من القوى الفكرية والمجتمعية بشكل خاص، كان عندنا أمل أنه يكون حاضر معنا شي وجه من الوجوه اللي كتدفع الليبرالية. يوسف الحرش كان ممكن يكون أحد المخاطبين ديالنا اللي تعرض للاعتداء الدموي منذ يومين. كان عندنا أيضا أمل أننا نستقبلوا تعبيرات كثيرة على الحركات المجتمعية في الجهات، في النساء، الشباب إلى آخره، ما تمكنناش نديروا هذا الشيء، ولكن الفكرة هي أننا على الأقل نساهموا بقدر المستطاع في هذا النقاش. هذا النقاش جاي من فكرة أن
اللي ما عندوش استراتيجية واعية متملكة وتترجم إلى أرض الواقع ما غاديش يكون فاعل. القوة السياسية هي القوة اللي كتطمح أنها تمارس السلطة، وكتمارس السلطة عبر خطوات اللي كتجي في تراكم حتى كتكتسب القدرة أنها بوحدها أو مع آخرين تنال يعني المناصب المركزية في السلطة باش توجه الدفة ديال التطور ديال البلاد. كاين واحد المقولة اللي كتقول لا ريح مواتية لمن لا يعرف إلى أين يذهب. إلى كنا كما هو الحال للأسف في العديد من الفضاءات المغربية كان اعتبروا بأن أنا معايا الحقيقة، ولكن هذه الحقيقة هذه أنا مكتفي بها، أنا ما كنحش بأن عندي قدرة أنني نترجمها لأرض الواقع، وكنبقى فقط كان آمن بها بحال كان آمن بالانتماء الفريق ديال الكرة ولا شي حاجة من القبيل، ولكن ما كان نغيرش الأمور. أول عنصر اللي طرحناه هو أي هدف عند المخاطبين ديالنا في هذه المرحلة، شنو كيبان لهم الهدف اللي غادي يكون واضح جامع محفز مغري مستقطب قابل للتحقيق فاتح للآفاق وذو كلفة قابلة للتحمل. ملي كنجيو نفكوا هاد العناصر هذه كنلقاو بان كافه المخاطبين ديالنا قالوا لنا اودي احنا مهما كانت تميزات في الرؤى ديالنا في المشاريع البعيده المدى كلهم اتفقوا على ان هاد المشاريع هذه ما يمكن اي واحد منها ينجح ما دام كاين يعني نظام ديال الاستحواذ والاستبداد. اي دونك الشعار اللي بلنا بانه كيصدر من كافه المخاطبين والمخاطبات ديالنا هو ان الاولويه لبناء دوله عصريه مدنيه ديمقراطيه تكون فيها السياده للشعب وتضمن العيش المشترك الآمن والمزدهر للجميع. الكل قال بأن هذه الحاجة مستعجلة وإمكانية إنجازها سلميا في أفق زمني منظور قائمة، وبأن الكلفة المنتظرة لإنجازها ليست يعني فوق التضحيات اللي كيقيل المجتمع المغربي كيقدمها. هذا كيجي طبعا من ان كل واحد كيعتبر بان الشروط غير سانحه لانه ينجز شي مشروع ديالو مستقل، وكيعتبروا بان اقامه نظام ديمقراطي هو الشرط باش كل واحد يمكن له يزيد يبلور التصورات ديالو، يمكن له يدافع لها، يقنع بها بحرية وبتساوي وبفضاء ديال التباري اللي نزيه، وأنا ذاك كيمكن كل واحد يشوف شنو هي الآليات وشنو هي الجدولة الزمنية فين كيمكن له يتقدم في الإقناع وفي كسب الموقع الديمقراطي اللي يسمح له بالتقدم في الإنجاز ديال برنامجه، البرنامج اللي كيتوقع أيضا أنه غادي يعرف تفاعل كبير مع الآخرين. إذنك من ناحية ديال تحديد طبيعة المرحلة اللي هي مرحلة ديال مواجهة الاستبداد والفساد، من ناحية ديال يعني الرغبة بالالتزام بالعمل في هذا الأفق، أعتقد بأن كان إجماع ديال المخاطبين والمخاطبات ديالنا. ربما سارة أو عمر يفصلوا أو يصححوا شي حاجة من هذه الأمور اللي تقدمت بها، فليتفضل. صار
اولا انا نبغي نركز على جوج ديال الامور مهمه في هذه سلسله الحلقات اللي درنا. المساله الاولى هو ان اغلبيه المخاطبات والمخاطبين ديالنا اجمعوا على ان كاين اشكال لا ديمقراطيه في المغرب، وكاين اشكال تعاطي الامني مع مختلف الملفات اللي كاينه، سواء الملفات الاجتماعيه والاقتصاديه او لا الملفات السياسيه، وكاين اجماع على التحكم ومحاولة ضبط الفضاء العمومي ومحاولة ضبط أيضا المشهد السياسي بشكل عام ومختلف الديناميات المجتمعية اللي كاينة. إذن هذا كان المسألة الأولى، يعني على الأقل كاين واحد شبه إجماع على تشخيص ديال طبيعة المرحلة اللي ما فيهاش الديمقراطية، ما فيهاش العدالة، ما فيهاش الكرامة، وهذا الأشياء اللي ما تتقولهاش غير فقط القوى السياسية، ولكن كتقولها حتى الديناميات المجتمعية بمختلف الأشكال ومختلف الوسائل. إذن هذا كان المسألة الأولى. المسألة الثانية هو أن اليوم كنعيشوا واحد النوع ديال الصراع السياسي اللي هو مفتوح من أجل الديمقراطية، يعني ما بقيناش كنعرفوا أو لا ما بقيناش كنلقاو غير داك الصراع السياسي اللي كاين فقط ما بين القوى الحزبية أو القوى السياسية التقليدية المناضلة اللي كنا تنعرفوا والسلطة، ولكن اليوم كاين صراع سياسي مفتوح مكشوف فيه المشاركة ديال مختلف الفئات المجتمعية بأشكالها وأنواعها، وهذا الصراع كيكون احيانا على ملفات فئويه، ملفات اجتماعيه، ملفات اقتصاديه، واحيانا كتمشي الى غايه الصراع السياسي في الجوهر السياسي، طبيعه النظام السياسي، البنيه السياسيه الى غير ذلك. ولكن في نفس الوقت الصراع من اجل السلطه هو صراع جد مغلق، يعني مختلف الديناميات اللي كاينه اليوم اللي هي مطالبه بالتغيير هي غير ابيها للسلطه ولا تطمح للسلطه، الى ما حيدناش بعض الاستثناءات اللي كاينه في بعض الاحزاب السياسيه اللي هي معارضه ولكن تطمح للسلطه وتطمح للحكم وكتطمح على انها تكون حتى هي جزء من 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 الحكم في المغرب. اذا هذه الطبيعه هذه ماشي كتلقى الاحراج، ولكن عدم استيعابها بالشكل الكافي وفهمها بالشكل الكافي كيخلينا على اننا نوقفوا في واحد النوع ديال البلوكاج ولا عدم التعامل وعدم التعاطي وعدم التفاعل ما بين القوى السياسية المعارضة المناضلة اللي هي كاينة وما بين الدينامية المجتمعية المختلفة اللي كاينة على المستوى الوطني، على المستوى المحلي، على المستوى الفئوي. إذن كاين هذه المسألة. كاين مسألة أخرى هو أن هذه ملاحظة اللي درتها أنا من بناء على هذه النقاشات، هو كاين واحد النوع ديال خطاب الأزمة، يعني الناس كلها كتحس على أن احنا كاين في الأزمة، كاين في بلوكاج وواقفين في هذه الأزمة وما قادرينش نطرحوا البدائل السياسية والبدائل الاجتماعية والبدائل الاقتصادية، يعني كل شيء دخل في السخط، في الغضب، في النقد، في الاحتجاج، ولكن حتى شي واحد ما قادر على أنه يطرح بديل ديال مشروع سياسي حقيقي وأرضية سياسية اللي قادرة على أنها تجمع مختلف هاد الناس اللي اليوم عندها كيف ما قلت في الأول هذا التشخيص المدقق حول طبيعة المرحلة اللي هي ماشي ديمقراطية. إذن اليوم كنعيش واحد النقد واسع، يعني فئات اجتماعية كبيرة اللي هي كتنتقد المؤسسات، كتنتقد الممارسات، كتنتقد الحكم، ولكن في نفس الوقت باقي ما كنحسوش على أن كاين مشروع سياسي بديل مطروح اللي قادر على أنه يجاوب على هذه الأزمة. وبالتالي كنلاحظوا بحال دائما كتداول هذا الخطاب ديال الأزمة بشكل زعما بعض المرات عن غير قصد، ولكن كاملين كنروجوا كنعيدوا إنتاج هذا الخطاب ديال الأزمة بدون المداخل، بدون إيجاد الحلول، بدون إيجاد البدائل. كاين مسألة أخرى هو أن كاين تعدد آليات كثيرة، يعني شفنا يعني الأحزاب السياسية اللي كانت حاضرة ولا الفاعلين الآخرين، هو أن كل واحد عنده الوسائل والآليات اللي كيعتمدها وكل واحد عنده الأدوات ديالو، يعني كاين اللي كيآمن بالانتخابات، كاين اللي كيآمن بإقناع النظام السياسي من داخل المؤسسات بأنه يتغير، وكاين اللي كيآمن بقوة الشارع، بقوة الضغط والتغيير من الأسفل، يعني أن القاعدة الشعبية وموازين القوى هي اللي قادرة على أنها تقلب وأنها تفكك البنية السياسية. إذن هما كاين تعدد ديال الآليات، كاين تعدد ديال الأساليب، تعدد ديال الأدوات وتعدد ديال التقنيات،
ولكن كلها تطمح للتغيير ديال 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 الديمقراطيه، وكيبقى هذا النقاش ديال مضمون الديمقراطيه والشكل ديال الديمقراطيه. يعني حنا متفقين، يعني كاين واحد الاتفاق على امور اللي بانت واضحه، اللي فيها فصل الصولات، اللي فيها احترام حريه الراي والتعبير، اللي فيها المساواه، اللي فيها التعدديه الحقيقيه، يعني ماشي التعدديه ديال الواجهه. هو عندنا بزاف ديال الاحزاب السياسيه، ولا عندنا بزاف ديال المكونات السياسيه والجمعيات، ولكن تعددية سياسية حقيقية تعكس التعددية الفكرية والمجتمعية والتعددية الرأي والموقف، وهذا إلى غير ذلك في المشهد الحزبي. إذن هادو كان الأمر الآخر أيضا اللي كان في الخلاصات، هو أن هاد المجابهة ديال هاد الوسائل ديال السلطوية كاين فيها مستويات، أنا درتهم في ثلاثة. المستوى الأول هو مواصلة تحرير الفضاء العمومي، يعني كل شيء كيراهن على تحرير الفضاء العمومي، وعلى أن الدولة تحاول ضبط هذا الفضاء والتحكم فيه، وكتحاول ما أمكن على أن تخلق فيه نموذج الأوحد، أن تخلق فيه الرأي الواحد، الموقف الواحد، تحت عناوين كثيرة: الإجماع الوطني، استقرار الأمني، أننا ما بغيناش ممكن نشبهه بحال الناس الآخرين، ما بغيناش التطرف، ما بغيناش الإرهاب، يعني بزاف ديال الشعارات كثيرة اللي كتحاول أنها الضبط، زائد الأدوات أخرى، الأدوات القانونية، القضاء، التحكم في المشهد الحزبي، المشهد السياسي إلى غير ذلك. هذه كلها كتحاول تضبط فيها الفضاء العمومي، وهذا اللي خلى هذه الديناميات الاحتجاجية تمردت على هذا الشيء، وحاولت ما أمكن على أنها تزيد مازال في هامش الحرية في هذا الفضاء. إذن كاين هذا القلق تجاه هذا الفضاء العمومي، وهذا الأخذ والرد ما بين الدولة والسلطوية ديالها، كيفاش كتحاول تضبط وتحكم هذا الفضاء العمومي، وكيفاش القوى اللي هي تؤمن بالحرية وبالتحرر كتحاول على أنها تحرر. وهذا الفضاء العمومي أكيد شفنا أدوات الضبط ديالو: اعتقال الصحفيين، المدونين، النشطاء إلى غير ذلك. المسألة الثانية هو الفاعل السياسي، يعني الفاعل السياسي، خصوصا الفاعل الحزبي. يعني كاين واحد النوع ديال الضعف ديال الأدوار ديال الفاعل الحزبي، يمكن غنجيو ليه في نقاش آخر. وكاين المسألة الأخيرة باش ما نطولش، نعطي السي عمر، هو أن حسيت واحد النوع ديال ما عرفتش يقدروا يتفقوا معايا، تقدروا ما تفقوش معايا، ولكن كاين واحد النوع ديال منطقة الوصاية في التعاطي مع هذه الديناميات الاجتماعية، يعني ولو بدون قصد، ولكن حسيت وكأن المخاطبين ولا الفاعلين اللي كانوا في الحوارات ونوع النقاشات اللي كان دايرة، وأن كاين واحد النوع ديال فرض الوصاية على هذه الديناميات الاجتماعية، ومحاولات يعني توجيهها وإعطائها كيفاش حنا بغينا نشوفوها، ألوغ نوع التفاعل مع هذه الديناميات الاجتماعية خصو يكون خارج منطق الوصاية، خارج منطق الأستاذية، ولكن هو منطق التفاعل والتعامل الإيجابي في الأخذ والرد مع هذه الديناميات، لأن هي كاينة وقدرت أنها تفرض نفسها وقدرت أنها تحقق مكاسب، يعني واخا هي أحيانا مترددة، متعثرة، غير مستمرة في الزمن، كتشهد لحظات المد والجزر، خطابها متنوع إلى غير ذلك، ولكن هي حاضرة وقوية، وخاص يتم التعامل معها بتعامل ند تعامل الحليف والشريك في التغيير، ولكن ماشي بمنطق الأستاذية. آخر حاجة هو تسقيف الخطاب، هو بعض المرات كنحسوا بحالا كنحاولوا نسقفوا الخطاب ديال الناس اللي ما كيتفقوش معنا، وهذا بالعكس، يعني إما الناس اللي كتكون شوية معتدلة إصلاحية، عندها واحد الخطاب اللي شوية مرن، كتبغي تفرض نفس السقف ديالها في الخطاب والمطالب ديالها على ناس آخرين، أو للعكس، يعني هاد الناس هادو ما كتبغيش ان الاخرين تكون عندهم حده الخطاب والرفع ديال سقف المطالب، الوغ كل اصل في صيروره التغيير هو ان خاص تكون حريه ديال 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 المطلب وحريه السقف السياسي. يعني هاد الفاعلين كلهم العمل المشترك لا يعني تسقيف المطلب وتسقيف الخطاب، يعني كل واحد فينا حر انه يتبنى الخطاب اللي بغى وانه يتبنى المطالب اللي بغى، ولكن العمل المشترك ما كاين فيش هذا الشيء، وهذا مهم جدا، لان مثلا غير هذه النقاشات اللي كانت في التعاطي مع هاد المدونين ولا تبعناها في مواقع التواصل الاجتماعي، لا ما كانش خصو يقول بحال هكا، لا، الاصل هو حريه الراي، هو حريه التعبير، هو حريه الموقف، وبالنسبه لي انا الحد الفاصل هو السلميه، يعني هو ان هاد الناس تناضي في اطار سلميه، ما كتهز السلاح، ما كتهين شي حد، ما كتسبو، ما كتمارس العنف الى غير ذلك، ولكن عندها
الحق انها تنتقد بالطريقه اللي بغات وانها ترفع سقف المطالب ديالها او لا او لا تنزل. وهذا مهم جدا ملي كنكونوا كنبنيوا الارضيات ديال 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 صيروره التغيير ديال التحالفات اننا نحترموا هذا النوع ديال ديال الحريه في التقدير السياسي، الحريه في سقف المطالب، والحريه ايضا في الخطاب. يعني حده الخطاب حتى هي راه جايه من حده المعاناه ديال الناس. يعني الناس على قد ما كتعاني على قد ما الخطاب ديالها كيرتفع، على قد ما كتكون الوضعيه ديالها مريحه على قد ما كيكون الخطاب ديالها اقل حده. اذا هادو الخلاصات الاوليه فقط على النقاشات اللي كانت علق على المداخلتين ونذكروا فيهم وبعد نمروا للمحور الثالث. واخا عمر كتسمعنا؟ تنسمعك. شنو مطلوب دابا؟ خلاصه؟ لا اذا ندخلوا ولا في شي محور ولا باقي ما دخلنا حتى محور؟ لا دابا عمليا قدمنا العناصر الاولى من المحور الاول اللي هو تقييم ديال المرحله والاهداف، والعنصر الثاني اللي هو الوسائل والمسارات للتغيير. بقى المحور الثالث اللي غادي تقدمه لنا نتايا اللي مرتبط بالتوافقات والافاق، ولكن ربما غادي نضيف ديال النقاش الى ما جادلناش بعدا في هذا الشيء اللي تقدم. انا عندي واحد بعض الامور اللي مرتبطه بهذا الشيء اللي تكلمنا واللي تنعتبره وكانه واحد المقدمه مهمه جدا، اعتقد بانها ضروريه ومكمله. هذا واحد الموضوع، لما قررنا اننا نديروا بشانه هذا المبادره وحوارات وكذا، كنا تنعرفوه ما كناش نضروا ليه بمثاليه. يعني تنعرفوا مجال حساس، نحن ماشي ناس بعاد على الميدان وفكرنا وقلنا غادي نديروا شي حاجه. لا، هذا موضوع شغلنا فيه سنين وكذا، وتنعرفوا شنو هي الصعوبات اللي فيه. بمعنى اللي تيدخل ليه راه كانه غادي في واحد الحقل ديال الالغام، ماشي بسهوله انه غادي يدخل. فبالتالي النتائج ديالو ينبغي النظر اليها بواقعيه، لان المثاليات مثل هذه الامور ممكن على الاقل تكسر الا ما قلناش قتل كاع المبادره في هذا. ثم انه عمل ضخم وممتد في الزمان وصعب جدا، والصعوبه ديالو فين تتبان اساسا؟ ماشي في الفشل انك تحقق نتيجه، لا، في مجرد تفكر فيه ودير فيه خطوه ولو صغيره تتولي مستهدف. وعندنا الامثله، ياك ملي نجيو للتفاصيل ولا هذا، عندنا الامثله بانه هذا واحد المجال اللي قاسوا تيضربوا، ماشي الضوء، تيضربوا المخزن بشكل خايف كاع زعما هذا. ثم احنا كفريق زعما الامكانيات اللي عندنا ولا هذا، بالتاكيد ان هذا الموضوع هو اكبر منها كذا. وكما قلت بانه موضوع حساس جدا، لانه الوتر الحساس عند المخزن هو التقارب. علاش؟ وهذا هو اللي بان، ياك علاش؟ لانه وهذه الحمد لله من ضمن الامور اللي بالنسبه لي انا استفدت من هذا الحوارات، وبالتاكيد الحوارات الى جانب ما استفدته من 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 تجربه ديال هذا الموضوع اللي شخصيا اشتغل عليه تقريبا من 2004 ولا من منذ هذا، هو انه المخزن لا يمتلك عناصر القوه الذاتيه. ذاتيا ياك المخزن ممكن يكون، وطبعا لانه الدوله تمتلك الادوات ديال البطش، وهذه متفوق على اي واحد اخر طالما ان الاخرين تيقولوا حنا سلميين، فبالتالي ماشي هو تيمتلك، هو يحتكر هذا. ولكن خارجها قوه المخزن هي في التفكك والتشتت ديال الخصوم ديالو او المعارضين ليه. فاللي غيشتغل في الموضوع ديال التقريب والتوحيد والجمع بالتاكيد غادي يكون مستهدف بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف. من ضمن الامور اللي بالنسبه لي ايجابيه جدا، وهو وهذه احنا كفريق عشناها زعما، هي ديك السلاسه
في التجاوب مع الدعوة ديال البرنامج. هذا مؤشر مهم جدا، لأنه في أذكر بأنه إلى واحد العهد معين، وكي قلت لي اشتغل على هذا الموضوع، راه تعرف كان من الصعب جدا أنه إنسان يخوض في هذا الموضوع أمام العموم بهذه الطريقة. وهذه مسألة مهمة جدا، لأنه هذه السلاسة وهذا التجاوب بهذه الطريقة تتبين بأنه فعلا كاين شعور بالحاجة إلى هذا الموضوع. الأمر الثالث بالنسبة لي هو إيجابي كذلك ومهم جدا، هو بإجماع الجميع ديال اللي حاورناه الكل تعرف الحجم الطبيعي دياله، وبأنه في حاجة لكي يحقق الهدف اللي باغي إلى الآخر. هذه مسألة مهمة جدا، عكس واحد الخطاب اللي كان هذا أنا مستغني على هذاك التيار الآخر وأنا مستغني على هذاك التيار الآخر. لا، الآن كاينة حاجة، ربما كاينة حاجة بالنظر لكيفاش غادي الأمور ولا هذا، وربما كذلك من خلال التجارب ولا هذا. والأهم عندي هو أنه بدأ يتضح بأن فعلا كاينه مجالات ديال الالتقاء ولادة خصير اللي يعرف يشتغل عليها ولادة. الأمر الرابع بالنسبة لي وأعتقد بأنه كذلك مهم جدا، كلنا غادي نكونوا لمسناه في هذه الحوارات، وأي واحد تبع هذه الحوارات في اللي غادي يلمس هذه المسألة، هو فعلا كاين إجماع عند الجميع تخوف من المسار اللي غادي فيه المغرب ومن المآلات اللي غادي لها المغرب وبسرعة، لأنه بالتأكيد كل شيء تيقول الوضع شيء هو هذاك، ولكن الوتيرة ديال هذا الوضع آيل نحو مزيد من السلطوية ولا هذا، تنحسوا بأنه كاين. المسألة الخامسة وهي كذلك مهمة جدا، هو ولا واحد إلى طول تقول لي حبس ونأجل. لا لا مزيان، أتشوف يديك شوفة صافي تنقول أنا خصني لا لا غير مهم، المهمة جدا راه كل شيء مهم. حيت عرفتي علاش؟ لأنه مسجلين واحد خمسة ولا ستة ديال الحوايج بالنسبة لي هادو كلهم مهمين. علاش؟ لأن بالنسبة لي الخلاصة اللي غادي نوصل لها هي اللي مهمة أكثر كاع جدا، هو عدم الرضا عن الأداء حتى واحد ما راضي على راسه. وهذه كذلك مهمة جدا، علاش؟ لأنه ما معنى ما راضيش على راسه، هو أنه تيشوف بأنه الوتيرة ديال التظاهر، الوتيرة ديال التسلط غادي أقوى من الوتيرة ديال الفعل دياله. وهذا عدم الرضا على الأداء ولا هذا ماشي فقط لأن مسألة ديال طرف، لأنه هو دابا المخزن التغول دياله هو أنه تيربح مساحات ديالك، لأنه فين هما النقابات؟ فين هما الجمعيات؟ فين هما المثقفين؟ فين هما كذا؟ إذا كاع التيران ديالك كله تيدخل ليه المخزن وتياكل منك وتيستخدم منك. واليوم تتقول حنا خمسة، غدا تتلقاو راسكم أربعة، بعد الغدا تتلقاو راسكم غير ثلاثة، فبالتأكيد راه غدا تلقى راسك بوحدك. فهذه حتى هي من الأمور الأخرى، هي أنه في ما غنقولش مهمة جدا، لأنه هذا التصريف ديال الاختلاف تيبقى أننا وخاكك في المغرب ما تيتصرف بواحد الشكل اللي هو سيء جدا، ربما ماشي إيجابي ياك، لأنه ما تيزيدش القدام، ولكن ماشي بشكل سيء، لأنه هذا الخطاب ديال اللي غادي يرتكز على هادوك علمانيين أعداء الله وهادوك راه كذا وكذا، مازال ما كاين اتفاق ياك بأنه هاد المخاطبين من هذا ماشي ناس زعما اللي خصنا نروجوا عليهم خطاب ديني اللي طحنهم، والعكس هادو ماشي نروجوا عليهم خطاب داعشي اللي طحنهم. وهذه واحد النقطة ديال التوسط وديال الاعتدال اللي بالفعل كل ما توسعت ولا هذا كل ما غادي تيسر العملية ديال الخلاصة اللي عندي أنا مهمة جدا، هي أنه فعلا كاينة أرض صالحة للزراعة. شكرا، خاص اللي يزيد يخدم عليها.
شكرا سارة وعمر. كنت باغي فقط نتفاعل مع بعض النقاط اللي وردت فيما يخص آخر ما شرتي له دابا عاد عمر، ديال فين هما النقابات، فين كذا فين كذا. أحد العناصر اللي كتحبط الإمكانيات ديال الفعل هو الخطاب الشعبوي اللي يعني كان مخطط عند دريس البصري ومازال مستمر إلى الآن، ديال كل شيء خامش توس بوغي. كيتحكى بأن شي مرة الحسن الثاني مع المحيط ديالو قال لهم أنا ما عنديش أمل أنني نقنع المغاربة بأنكم نزهاء وبأنكم ماشي مرتاشين وبأنكم ماشي شفار. الحل الوحيد هو أن المغاربة يقتنعوا بأن هادوك اللي كيقيلوا يسبوا فيكم راهم تاهما إلا مشاو حتى اكتسبوا جزء من السلطة اللي انتم كتمتعوا بها راه غادي يكونوا بحالكم ولا كس منكم. واستعمل العبارة ديال ما تبدل صاحبك غير ما تعرف. دونك الخطر اللي كاين ماشي فقط في الهجوم المخزني وفي التدبير المصلحية اللي كيدير والإرشاء ديال النخب، بل أيضا في الخطاب الشعبوي اللي كتلقاه كيطحن كل شيء، كيولي لا للأحزاب لا للنقابات، كل شيء خامج كل شيء فعل. كيخصنا نقتنعوا بأن فعلا احنا ماشي ملائكة وبأن راه ما كاينش شي حد اللي منزه على الخطأ ولا شي مؤسسة ولا شي جهة اللي ما فيهاش الممالين الخواض وكذا، ولكن بأن راه ما غاديش يمكن لنا نتقدموا كبلاد وكشعب إلا إلى بنينا المؤسسات ديالنا اللي بالضرورة باش تكون الديمقراطية كيخص تكون عندنا الأحزاب وكيخص تكون عندنا النقابات وكيخص تكون عندنا الجمعيات وكيخص تكون عندنا القدرة أننا نقومها من داخلها ومن خارجها. العنصر الآخر اللي كنت باغي نناقشه هو التثقيف. نعم فيما يخص حرية التعبير، ولو أن كنتفق مع الأسقف اللي طرحتها سارة اللي هي السلمية واللي هي عدم المساس بحقوق الآخرين. دونك ديجا حتى في حرية التعبير وكان وضعوا حدود وكان ظن بأنها مشروعة. فيما يخص الاستراتيجيات ماشي شي حد غادي يسقف شي حد، احنا كنتكلموا على حركة مجتمعية ديال التغيير. الحركة المجتمعية ديال التغيير كيفاش يمكن لها تتم إلا كان كل واحد كيجي بالأهداف وبالتصورات وبالآليات وبالشعارات وبمنطق الفعل دياله وبالغايات دياله وبالأهداف دياله ويقول أنا ما عنديش علاقة مع الأهداف ديال الآخر، غادي نبقاو في الوضعية اللي تكلم عليها دابا عاد عمر ديال كل واحد كيعتبر بأنه مكتفي بذاته. باش ما نبقاوش باش نترجموا هاد الإحساس بالضرورة بعدم الاكتفاء بالذات والانفتاح على الآخرين قطعنا أشواط لا بأس بها، وكنظن بأنه 20 فبراير كانت أساسية في بلورة إمكانيات التفاهمات المجتمعية ما بين مختلف التيارات ديال الشعب المغربي، ولكن باقين ما غادي يمكن تصبح قوة ضاربة ديال التغيير في المغرب إلا إلى مرينا من هذا المستوى هذا ديال التواجد المشترك إلى مستويات ديال التوافقات ديال التنسيق ديال إلى بناء جبهة من أجل الديمقراطية. والجبهة كتعني أنك يكون عندك أهداف واضحة، وإلا كان شي واحد عنده أهداف أخرى إما كيكيفها مع التوافقات اللي كتدار بشكل جماعي وإما كيأجلها لمرحلة أخرى. يعني من اللي كنشوفوا التغيير الديمقراطي اللي تم في إسبانيا مثلا راه شاركوا فيه الجمهوريين وشاركوا فيه الجمهوريين وهما حاملين الشعار والحلم ديال الجمهورية، ولكن ما وضعوهش كهدف مرحلي. كيقولوا أودي احنا مأمنين بهذا الشيء إلا شي نهار توفرت الشروط وانتهت
يعني هاد الاتفاق الواسع اللي كيبان داخل الشعب الإسباني على أننا نستمر في ظل الملكية، وبان إمكانية ديال التغيير، غادي نكونوا أول من يشارك فيه. ولكن في هذه المرحلة هذه احنا كنقبلوا بأن إلا كانت الملكية قبل الديمقراطية، احنا الجمهوريين قابلين الملكية اللي كيكون عندها دور رمزي وماشي دور ديال التدبير ديال البلد وديال الاستحواذ على السلطات وعلى الخيرات. متفقين بهذا الشيء ولا سارة؟ لا لا، بغيت باش ندوز زعما الى بغيت نناقش شويه المداخل، حيت الجميل اللي كان في النقاش في هذه الحلقات هو ان يعني كان كل شيء عنده واحد انه عنده واحد الرغبه انه بغى يخدم مع الاخرين، يعني ما كانش حتى شي واحد مطرح نهائيا انه جايب زعما شي حل سحري اللي هو غادي يقدر راسه، وكان واحد الاعتراف احيانا ضمني وواحد الاعتراف علني يعني بالمجهودات اللي كيديروا الاخرين وبالنضالات اللي كيقدموا الاخرين والتضحيات اللي قدموا مختلف هاد القوى. انا بالنسبه لي كاين المدخل الاول هو استمرار هاد النوع ديال النقاشات العموميه اللي فيه الجراه وفيه الوضوح وفيه يعني هاد الرغبه ديال التقارب. يعني شفنا كيفاش الفاعلين كانت عندهم يعني واحد الأريحية أنهم يبسطوا واحد نوع حتى ديال النقد الذاتي ديالهم، وهذه المسألة ديال ممارسة النقد الذاتي مهمة جدا في القوى الفاعلة المجتمعية، لأن هي اللي كتوقف على نقاط الضعف ونقاط القوة. لحقاش أنا بالنسبة لي التغول السلطوية ماشي فقط لأنك تكون الأنظمة قوية، ولكن لأنك يكون الفاعل اللي هو منتقد معارض مناهض لهذا السلطوية كيكون ضعيف. يعني إحنا اللي كنقدروا نديروا موازين القوى، وحنا اللي كنقدروا اننا نزيدوا، اما كنخليوها انها تطغى وتغول، اما كنقدروا على اننا نلجموها وكنبنيو، لان الديمقراطيه هو مسار ديال تفكيك بنيه الانظمه، ماشي فقط واحد التغيير اللي هو غير في الشعارات وفي الاسماء وفي الرموز لا، هو يعني بنيه اللي كتبني عليها الشرعيه ديال هذه الانظمه، اللي كتبني عليها المشروعيه ديالها، واللي كتبني عليها مراكز ديال القوى. وحنا هذه البنيه هذه هي اللي التفكيك، وهي اللي كتخلي وكدير البلوكاج ديال المسار التحول والتغيير الديمقراطي. اذا هذا الاستمرار ديال الحوارات العموميه هو مهم جدا، وكنتمنوا انه ما يكونش فقط داخل هذا البرنامج، بالعكس يتنوع ويكبر، وهذا النوع ديال الحوار العمومي اللي كيقلب على التقارب ما يكونش فقط على المستوى الفكري المستوى النظري، ولكن حتى على المستوى الميداني. وكاينه التجارب اللي بناتها القوى الممانعه في المغرب واللي هي جد إيجابية ونفتخر بها، مثلا الدفاع عن القضية الفلسطينية، الاعتقال السياسي، انا كنتذكر اللجنة ديال الدفاع عن المعتقلين ديال الحراك ديال الريف اللي غير والبارح اللي كانت فيها مختلف المكونات وكانت مميزة جدا. كاين مختلف الملفات الاجتماعية اللي كنشتغلوا عليها دائما. اذا كاينه واحد مجموعة ديال التجارب اللي بينت على اننا قادرين اننا نخدموا مجموعين ميدانيا، وعلى اننا نعطيو على اننا نخلقوا واحد النوع ديال ميزان قوى في مختلف القضايا والمواضيع. وشوف غير ملي كندخلوا على شي حمله داخل مواقع التواصل الاجتماعي اللي كنكونوا فيها كاملين، كتعطي الاكل ديالها وكتحقق مكتسبات من الناس، ما كتحش بهذا. احيانا كنحس انا بحال كاين واحد النوع ديال الاحباط، واحد النوع ديال هذا، ولكن ما كيبانش ليها اننا نحن نراكم وعلى اننا غاديين في الطريق البناء ديال المسار الديمقراطي ملي تنكونوا مجموعه. الثانيه هو وحنا كنتقاربوا، انا كنخاف احيانا ان ما يكونش الوضوح الكافي، لحقاش حنا كنبحثوا على المشترك وحنا غنبحثوا غير على المشترك اصلا، لان في هذه المرحله اللي كنعيشوها وهذا الانسداد ما ممكن الا نبحثوا على المشترك، ولكن هذا ما كيعنيش على استمرار الوضوح والتواضع في القضايا اللي حنا كنختلفوا فيها، وهذا حق مشروع. يعني الاستمرار النقاش الفكري والنقاش السياسي بجرأة وبوضوح على واحد مجموعه ديال القضايا اللي ما كنتلاقاوش فيها، اللي كنختلفوا فيها، والاستمرار ديالو ما كيعنيش على اننا غادي نجلسوا وغادي نخدموا اونصومبل وغادي يكونوا مجموعين. المساله الاخرى احيانا اللي كتخوننا هو ان بعض المرات كنحلوا واقع متغير بسرعه، يعني في واحد
دابا حنا كنعرفوا كاين واحد السرعه قصوى في لي ترانسفورماسيون، وحتى في هاد لي ديناميك اللي كاينه ديال المجتمع. يعني هاد الديناميات اللي كاينه راه دابا تجاوزات حتى 20 فبراير، وتجاوزات حتى هادشي ديال اللي خلقات مواقع التواصل الاجتماعي. دابا راه كاينه اشكال اخرى كنحلوا هاد الواقع المتغير باليه التحليل اللي هي قديمه، وكنعطيو اجابات اللي هي قديمه ما قدرتش تستوعب هذا التحول. وهذا حتى هو كيكون عائق بعض المرات، هو ان ما كنقدروش اننا نجاوبوا على هذه التحولات، واننا نستوعبوا طبيعه هاد الناس اللي دايرين بينا، واللي هما حلفاء حقيقيين ديالنا. واخا هما ماشي ما عندهمش نفس التنظيم الكلاسيكي التقليدي اللي كنعرفوه، ما كيطرحوش نفس الاطروحه التقليديه الكلاسيكيه اللي كنعرفوه بنفس اللغه اللي كنعرفوه، ولكن هما حلفاء وشركاء ديالنا اللي خصهم يكونوا جزء من الحوار العمومي وجزء من هاد الارضيه. كاينه مساله اخرى، هو التضامن وحمايه هاد الناس اللي اليوم هي مطالبه بالتغيير. وهذا مهم جدا، وان احنا اليوم محتاجين لبعضنا بزاف، ومحتاجين ان يكون التضامن، واننا نحميو واننا نحصنو. يعني دابا كاينه واحد الحجم تضحيات كثيره، اعتقالات كثيره في سياق فيه مكتسبات يعني محدوده وهي قليله. يعني قد ما هامش والحركه ديال التضامن توسعات، وحركه الحمايه ديال هاد المدافعات والمدافعين ديال الحقوق ولا ديال الحريات ولا ديال المعارضين، قد ما توسعات قد ما اكيد غادي نمشيو اكثر. اكيد نقدروا نزيدوا الانتاج الفكري، الانتاج النظري اللي خصو يواكب هاد النوع ديال النقاشات. وكنتمنوا على اننا مازال نلقاو انتاجات ديال المناضلين ديالنا، ديال الباحثين في هاد المجالات اللي كي يشوفوا وكيدرسوا مزيان طبيعه المرحله والقوى. اذا بالنسبه لي انا التقارب مساله محدده، وهي اللي غادي تخلق الفارق في ميزان القوى. وهذا التقارب يكون فكري نظري، ولكن على المستوى الميداني خلق تجارب ميدانيه اللي هي ديجا كاينه المراكمه عليها، تحصينها ونكتروها. ولكن ضروري ومهم جدا اننا نبنيو معبر سياسي حقيقي اللي قادر على انه يطرح مشروع سياسي محدد فيه الاولويات، محدد فيه الامور اللي كتبان لينا على انها مرحليا وتكتيكيا قادرين اننا نجمعوا عليها، وقادرين على ان نجاوبوا بها. لحقاش بالنسبة لي الوصفة السحرية هو أن تكون حركة اجتماعية مؤثرة قوية، ولكن معبر سياسي بمشروع سياسي قوي حاضر عنده الرؤية السياسية، وقادر أنه يتصارع سياسيا، ومشي يتصارع فقط بالكلام وفي الساحة السياسية، ولكن يتصارع على السلطة. يمكن حنايا كنتميو الحركة الاجتماعية ما عندناش الطموح ديال السلطة، ولكن من حق الأحزاب السياسية أنها تكون قوية، وانها تكون عندها مشاريع سياسيه، وانها تصارع على السلطه، وانها تناضل معنا على 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 الديمقراطيه. وانا بالنسبه لي الناس اللي كيكون عندها اليه الانتخابات بشكل او باخر، ما تيعنيش على ان ما يمكنش زعما شي نهار على ان نخدموا معها على ملفات. اذا ميزان القوى ضروري لتحقيق هذا الفراش السياسي، لتحقيق هذه الارضيه اللي غنتنافسوا فيها مجموعين، ولكن الاشتغال المشترك هو ضروري ومحدد. او على الاسقف، داكشي الاسقف السي فؤاد. ما تنقولش على ان في التقارب ما نحدوش السقف، ولكن غير بعض المرات في تدبيرنا لهذوك التقديرات السياسيه والطريقه كيفاش كنطرحوا الامور، كندخلوا في واحد الحساسيات وفي واحد الصراعات اللي هي هامشيه. بالعكس، حنا كنحترموا كاع الناس اللي عندها زعما التقديرات ديالها المختلفه، ولكن ملي غادي نجلسوا راه بيان سو غادي فعلا شكرا لنبهتيني ساره. مثلا خالد البكاري كان واحد المره لح، وكنظن عن صواب، ان الشروط اللي كان دايرها فيدراليه اليسار من اجل الالتحاق بها، واللي عمليا قصاو من صفوفهم النهج، هي ان كيخصو يتفق معنا على الملكية البرلمانية وعلى الانتخابات وعلى تصورنا لقضية الصحراء. وكنظن بأن يعني هذه عناصر اللي قابلة أنها تكون فيها مجال ديال الاختلاف داخل صف اليسار الديمقراطي فيما يخص، أو على الأقل في التدبير ديالها، لأن حتى واحد ما كيقول بأن رحنا غاديين
نديروا يعني غدا جمهوريه ولا حرب تحرير شعبيه ولا شي حاجه من هذا القبيل. مي الاساسي راه مشترك ما بين هاد الناس، وكيبقاو كي يعني العزل اللي كيتم كيبقى غادي وكيفصل لدرجه انه ما كتبقاش امكانيه ديال التوافق. نفس الشيء بالنسبه للشروط اللي كانت دارت من اجل الحوار مع ما بين التقدميين والاسلاميين. شي وقت كان كنذكروا بعض الاسلاميين كانوا كيقولوا اودي لا مشكلة في الحوار ما دمنا كلنا نقول مسلمين، وبالتالي كلنا محتكمون إلى كتاب الله وسنة رسوله وفقهه وكذا وكذا، بمعنى كي يحاول يستوعب الجميع داخل البوتقة الفكرية والسياسية دياله هو. نفس الشيء من اللي كيجيو تقدميين أو البعض منهم الآن كيقولوا للإسلاميين أودي إحنا يا ما يمكن لنا نذكر معكم إلا إذا تبنيتوا كافة القناعات والمقولات ديالنا فيما يخص الحقوق والحريات بالشكل اللي هي مصاغة اليوم، واللي هو في الغالب يوازي مستوى ديال التراكم اللي حصل في الدول الأكثر تقدما في هذا الباب هذا في العالم. ولربما القناعات في المغرب كتجعلنا أننا في مجموعة ديال الأمور مهما كانت تقدميتنا ومهما كان تجبدنا بحقوق الانسان ما كنقولوش اودي حنايا راه حنا كنطالبوا بالايديال، كنقولوا ان كنطالبوا بداك الشيء اللي متاح موضوعيا في المجتمع ديالنا، وهذا المتاح موضوعيا كنظن بانه قابل للتوافق وبالتالي قابل انه يسمح بانطلاق نقاش حقيقي وجماعي ورسمي وعلني من بين كافه المكونات اللي كتقول كفى من الاستبداد والفساد وهلم لمجتمع الكرامة والحرية والمساواة. عمر أيه. غادي نبقى في نتكلم ما أمكن في هذه الخلاصات. من أهم ميز هذه الحوارات وهذه بالنسبة لي كانت حلقة إيجابية، ما بقاش نقول مهمة غادي نقول دابا إيجابية مهمة بزاف هي المنسوب ديال الصراحة والوضوح في الحوارات كلها، لأن في واحد اللحظة وأنا سنتكلم مثلا في البدايات كان إما القاطعة إما المجاملات والغموض. فاللي كان في الحوارات هو تقريبا واحد المنسوب كيف قلت ديال الوضوح في الخطاب والمواقف من الآخر والمطلوب من الآخر واللي ما ممكنش نتنازلوا عليه ولا كذا، كان في واحد الوضوح، وهذه عملية تزيد دفع الأمام، لأن فعلا تيولي الإنسان تيوضح لك أشنو باغي وكذا، فين ممكن تزيد فين ممكنش. هذه مسألة مهمة جدا، ولكن بالمقابل ديالها هذه نقطة سلبية، هو المنسوب ديال الشجاعة والمبادرة متقلص. فمثلا ما حسيتش نهائيا في هذه الحوارات بأن شي واحد جاب شي فكرة جديدة باش يزيد يدفع القدام، لأن اللي في شي بلاصة بقى فيها، في حين أنه هذا الشيء ما غاديش يزيد إلا بشي حاجة اللي هي فيها ما غنقولش فيها الجرأة ولا فيها الشجاعة، ولكن دير المبني ندوز، لأنه وإلا راه ما غاديش. بالمقابل المسألة الثالثة ولعلها غتكون إيجابية، وهنا هنا غادي نفسر بأنه طالما مازال ما كايناش شي حاجة عملية إجرائية راه كل واحد غادي يبقى في بلاصتو، هو أنه الكل مستعد لتقديم تنازلات. هذه نقطة إيجابية جدا زعما، وبالتالي بالنسبه لي اذا هذه المساله ديال المبادره والشجاعه خاضعه دابا للاعتبارات السياسيه، وبحال داك في التفاوض حتى واحد ما باغي يقول شنو اللي ممكن هذا. وبالتاكيد بالنسبه لينا حنايا اللي تنديروا هذا الحوار الامور تنكونوا فاهمينها، وكذلك المشاهد الكريم وهذا خصو حتى هي هذه من الامور اللي خصو يكون يفهم مزيد. الحاجه الرابعه هي ان الكل كان يتحدث بأمل، وهذه هي واحد النقطة
بالنسبة لي الفاعل السياسي في خضم هذا الوضع اللي فيه تغول ديال السلطوية، وكاين هذا الشعور ديال أنه كاين تشتت وكاين تراجع وكاين مجموعة ديال الأمور، أنه الفاعل السياسي يكون تيتكلم بأمل وتيتكلم ماشي يائس ماشي محبط ماشي، هذا مسألة مهمة جدا. لأنه علاش إلى النخب دخلها اليأس، اش غادي يقولوا عامة الناس؟ المسألة الخامسة وبالنسبة لي هنا فين كاين جوهر المشكل، وهو ألمس ياك ما غنقولش في الجميع ولكن في المجموع اللي هو أقرب إلى الجميع، هي التعميم ما بغيتش نقوله صافي فهمتي، ولكن تجاوزا بالنسبة لي راه ممكن نقول الجميع، هو كاين توجس وكاين ضعف ديال الثقة في الآخر، وهذا عامل لن يساعد على الإطلاق. والخطير جدا هو لما تيولي هذا التوجس مبني على تجارب سابقة وأحيانا على تجارب اللي هي خارج المغرب، هذا ما من شأنوش نهائيا. علاش؟ لأنه احنا في المغرب خصنا نبنيو التجربة ديال المغرب، طبعا نستفيد من ما يجري من حولنا ولا كذا، ولكن دون أن يرهننا. فهذا الضعف ديال الثقة وهذا التوجس ولا هذا، ده بالنسبة لي كل ما مشينا اشتغلنا عليه أكثر باش يتفكك ويتقلص، كل ما راه تنقويو في لي بيست اللي غادي يؤديو لديك النتيجة، ولا حل فيها لهذا المشكل إلا المزاوجة ما بين هذاك الشيء اللي قال سارة مهم جدا، إلا المزاوجة بين العمل الميداني الاحتجاجي وخوض المعارك وكذا، لأنه الثقة ما تدارش في الكتب، والثقة ما تدارش في البيروات وفي القاعات، الثقة تدار في الميدان، والثقة تتبنى خطوة خطوة لابينة لابينة، والنقاش طبعا والنقاش والحوار وكذا. لذلك بالنسبة لي من بعد غادي نجيو للآفاق ولا هذا، غادي نقول شنو آخر ملاحظة عندي في الخلاصة ولا، هو أنه استيعاب أن اللي تيتناقشوا راهم ناس مختلفين، وما مطلوبش فيهم أنهم يكونوا بحال بحال، ولكن نقطة القوة ديالهم في التكاملية. أشنا هي هذه التكاملية؟ وكيفاش ممكن تكون هي العامل المساعد لتحقيق التغيير؟ أعطيتي دابا التجربة ديال إسبانيا، المعتدلين وتاع عبارات المعتدلين المتطرفين عرفتي هادشي دابا كله في مشكل، ولكن هذاك التيار اللي تيبان بأنه هو تيار وسطي ولا هذا، تيحس بأنه أحيانا راه يتقوى بذاك التيار المتجذر، والعكس هذه هي التكاملية. وأنا اللي فاعل في المجال الحقوقي راه بوحدي، راه ما عندي ميدان إلا ما كانش معايا فاعل سياسي، وأنا اللي فاعل في حركة في التنسيقية ديال المطالب الاجتماعية ولا شي حاجة، راه إلا ما كانش معايا فاعل سياسي راه ما صحيحاش، راه ما ممكنش نكون. وهذاك الفاعل في الحقل الديني راه تيأدي واحد الوظيفة في تفكيك هذيك المشروعية الدينية ديال النظام وكذا، اللي أنا ما نقدرش، الفاعل الآخر اللي أنا ما نقدرش نشتغل عليها. فهذه الفكرة ديال التكاملية بين هاد المختلفين إلى استوعبوها أكثر وبدأوا يقولوا راه كل واحد في بلاصتو مهم، والخدمة اللي غيدير في المجال ديالو مهمة، والفائدة ديالها فين غتبان ملي تنجمعوا هذيك الحصيل. بغيت فقط نستغل كلامك على منطق التفاوض، كون قلتي اللي في شي بلاصة بقى فيها، كنظن بأن هذا فعلا واقع طويل الأمد، لأنه الناس تعودت ان كيخص يكون صاحب المشروع السياسي
هو الزعيم المطلق، هو صاحب الحقيقة المطلقة، هو الذي لا يقدم أي تنازل، وهو الذي يدين الجميع من حوله. هذا التربية، كيضاف لها تربية ديال غياب الفكر الاستراتيجي، أنني راني كيمكن لي باش نتقدم لواحد الهدف كبير غادي خصني نتلاقى مع ناس آخرين، وباش نتلاقى مع ناس آخرين كيخصني نقبل أنني نقدم تنازلات، وهاد التنازلات هذه راه ما يعني الأساسي هو أنها تكون أقل بكثير مما يؤمل تحقيقه كمشروع مشترك. العنصر الثالث هو اللي قلتي كنبقاو حبيسي الماضي، وأحيانا الماضي البعيد أو الماضي المرتبط بجهات أخرى، وكنظن بأن هذا كيزيد يتعمق ملي كيكون عندنا مجموعة ديال العناصر اللي كتلعب فيه. العنصر الأول هو أن كاين مخزن، يعني كما قلتي قبيلة عمر، لد الأعداء ديال المخزن في هذه المرحلة هذه هو اللي كيعمل على أن تصبح إمكانية ديال العيش المشترك قائمة في المغرب دون المرور عبر التسلط. أن نوليو ناس راشدين وقادين يعيشوا بتوافقاتهم وباختلافاتهم مع بعضهم بعض، ومتفقين على قواعد ديال العيش المشترك اللي كتحصن واللي كتبني الديمقراطية ديالهم. والعنصر الثاني هو أن هاد التدخل ديال المخزن كيمر مرارا عبر ناس اللي عندهم أحيانا إما مصالح شخصية، إما حسابات، إما واحد الإرث ديال الماضي. كنشوفوا مثلا مجموعة كبيرة ديال الناس اللي عاشوا أوج المراحل ديال المواجهات في الجامعة ما زال حاملين ذاك الحقد القوي جدا لبعضهم بعض، وكنشوفوها يعني ملي كنشوفوا التوافقات اللي وقعت في المجتمعات الأخرى من في كافة التاريخ، كاع الشعوب تقاتلات وكاع الشعوب وقعت عندها حروب أهلية وكذا، وكيجي واحد النهار وكيقولوا الناس هو الله يخلف دابا حنا يا ولاد غدا اشنو كيمكن لنا نقدموا لغدا، ماشي اشنو كيمكن لنا نفديو في الماضي. وهاد العقلية هذه مازال ما عندناش. كضيف لها اخيرا العقلية ديال التفاوض ديال مول البيسري، ديال كتمشي عند داك اللي كيبيع يعني التوريست في السويقة، واللي غادي يدير الثمن على حساب شحال كيظن بانه كيمكن له يجر، وكيزيد يعليه باش يخلي مجال ديال التفاوض. ولكن هذا كيكون عنده الذكاء ديال مول البيسري، هو انه ما غاديش يخلي الكليان يمشي، غادي يوصل معاه التوافق. حنا كتحط البارة في داك الشيء الاعلى، علما بانك تقول أودي أنا إذا مشيت تقدم التنازلات غادي يضروا فيا بعد البعض من صحابي، كاين اللي ما غاديش يبقى راضي عليا، غادي يقول لك أنت يا خنتي، أنت يا فعلتي، أنت تركتي، في كافة التيارات كيتعاش هذا الشيء اللي غادي يزايدوا على الناس اللي غادي يمكن يتفاوضوا باسم المؤسسات ديالهم. و إي دونك اللهم نبقى في بلاصتي آمين، ولا ندير شي خطوة اللي غادي يكون الكلفة ديالها عليا كبيرة. وهذا كيسهل بالاساس في المراحل ديال المد. احنا شفنا كاع الناس كانت شاده تقارها ومن بعد من بعضها بعد في 2011 جات 20 فبراير كلشي تلاقى في الشارع وكلشي بدا كيتذكر على الحوار وكلشي بدا كيفكر اشنو اللي كيمكن له يدار بشكل مشترك. اي دونك انا ما كنتوقعش انه هاد التوجس وغياب الثقه غادي يدوب، ولكن كيخص شي واحد اللي يخرج من رونتو واللي يجيب مشاريع ومقترحات. وهذا كيمكن عادة اللي كيديروه هما ناس اللي كيكون عندهم قدرة ريادية ديال أكبر قوة في اللي موجودة في الساحة، واللي هي اللي تجرع عندها الناس بأنها هي على فوالا. كيمكن يكون بالقوة الاقتراحية، قوة سياسية اللي مستعدة أنها تغامر بلا استقرارها من أجل أنها تحرك واحد الواقع آسين اللي ما بقاش كيرضيها وما بقى كيرضي حتى حد. وممكن يجي من قوى مجتمعية اللي كتفرض
هذا التوافق واللي كتبلور الآليات ديالو والخططات ديالو. شكرا. عمر بقينا في الأفق؟ نعم. أيه؟ الأخر. برد. بالنسبة للأفق هذا شيء مزيان. والأفق مهم جدا أنه يستمر. شخصيا أرى بأنه باش هذا الشيء ما يتوقفش ويبقى غادي مستمر من حيث انتهى، إذا كان هاد الفاعلين هادو انتقلوا لمرحلة ثانية. أشنا هي المرحلة الثانية؟ هي الحوار المباشر، لأنه وكأنه بحال إذا كنا في ذيك المفاوضات غير المباشرة، كل واحد بوحده. المفروض دابا اتضحت هذا، إذا انتقلنا إلى مرحلة ثانية هي الحوار المباشر، مش بالضرورة بين الجميع، في من يستأنس بأن هادشي اللي اتقال فيه ما يدار، وممكن من خلاله هذا. فأعتقد بأن هذه مسألة مهمة جدا، طبعا خطيرة وحساسة جدا. وأنا ما زلت أتذكر دائما لأننا تنعود نقول بأنه جزء مهم جدا من المعاناة ديال مجموعة من الفاعلين راه سببها هو أنهم حاولوا وصلوا بهذا، ماشي غير حاولوا وزادوا قدام، ونحن مدينين لهذا العمل اللي احنا وصلنا ليه. لذلك انا كنت علاش نقول بانه راه منسوب صراحه وكذا، لان المجاملات تطبع المرحله الاولى، كونها ما بقاش المجاملات ولادها بمعنى فعلا عرفنا المرحله الف والمرحله باء والمرحله كذا اللي كان سبب فيها راه يؤدي ثمن. والحمد لله من الامور اللي مزيانه هو انه هذاك تيأدي ثمن، هو يفرحان ومستعد وتيقول له اذا كان غير هذاك هو انا مستعد ليه. وانا سنعطي نموذج ديال منجيب وتنعطي نموذج ديال فؤاد الى غير ذلك. زعما الناس حقا ما لا ينكروا العمل اللي داروا منذ 2006 ولا هذا، وجمع الناس وعلى حساب صحته وعلى حساب كذا ولا هذا، ماشي سهل. هذه مساله. الامر الثاني هو على هاد الفاعلين، اذا كان هذا الموضوع جدي في الأفق مسألة مهمة جدا، هو خص منهجية لتدبير هاد الحوارات. ومنطقة هذا الشيء اللي قلتي الأخراني هو ديال ترتيب الأولويات. راه كاينة بعض القضايا راه إلا تجبدات الآن وتحطات في جدول العمل راه معناها ديال بلا ما نتلاقاو كاع. فهاد الترتيب ديال الأولويات مسألة مهمة جدا. والحاجة اللي إلا تجبدات فيها احتمال ديال نوصلوا فيها الى حل بنسبه مئويه اكبر نعطيوها اولويه، ولو تكون صغيره لانها ستعطي اشاره سياسيه، واحيانا هذه الاشارات السياسيه ولادة ستكون عامل مساعد. وانا سأستخدم التجربه ديال تونس فد المساله. الامر الثالث وهو فعلا الانتظارات والاهداف خاصها تكون منطقيه وواقعيه، لان فعلا راه حنايا كاين ماضي ماشي ساهل هذا، وكاين خدمه تيديرها الطرف الاخر ماشي، وكاين سياق حتى هو فيه ما هو مساعد ولكن اكثره غير مساعد. ولكن اللي مهم جدا ماشي هو تكون انتظارات كبيره ولا كذا، لا، هو تكون اي حاجه حققناها متلائمه مع هذاك الهدف الاستراتيجي اللي بغينا ديال التغيير. وإلا تحقق دابا ما كايناش، راه تتولي عندنا اوبجيكتيف، ولكن ان فوا تتحقق تتولي واحد اللوتي مهم جدا لتحقيق داك الهدف. واحد شويه ديال الالتباس خصو يتضح علاش كندويو، لانه احيانا تنوليو تنخلطوا ما بين راه تنقلبوا على ناس يتحاوروا عاد باش يشوفوا شنو غادي يديروا. كاين اللي تيدوي على اساس لا راه تنتكلموا على تحالف، كاين اللي تيدوي مثلا تنتكلموا على تنسيق، كاين اللي تيدوي على تعاون، كاين اللي تيقول لا جبهه. مزيان هاد الموجه ديال الحديث ولا تكون وحده، لان تنعتقد اذا تسيب لا مزيان
نحن الآن أحوج إلى حوار مباشر بين هذه الأطراف باش يوقع تفاهم، ومن بعده ممكن يجي تعاون، ممكن يجي تنسيق، ممكن يجي تحالف، ممكن يجي تجربة، كل حاجة غتجيب بوقتها. أمر آخر وبالنسبة لي توا في الآفاق مهم جدا، إلى غادي نبقاو تنتكلموا بالمعيار الإيديولوجي راه ما غيكونش تقارب، لأنه راه يستحيل يكون هذا التقارب. حتى الحوار ما غينجحش، لأن هذا الحوار ممكن ينجح إذا استحضر هذا المعطى الإيديولوجي، وأنه يطراسي ملعب. هذا الملعب راه ما كاينش، راه شادو المخزن كله، شاد البالون عدو، شاد الصفارة عدو، شاري الاربيط وشاري كل شيء هوايا. حنا راه مازال تنتفقوا غير على هذا ما غاديش يقول التيران انا بغيت يكون فيه 20 متر والتيران انا لا، راه التيران راه معروف، تيران ديال الفوت ولا التيران ديالو راه معروف، المقاييس ديالو معروف، كذا هي اللي غادي نحتكموا ليها. فالموضوع سياسي ماشي ايديولوجي. اليسار بيناتهم يتناقشوا ايديولوجيا، الاسلاميين بيناتهم يتناقشوا ايديولوجيا، الليبراليين يتناقشوا ايديولوجيا، القوميين يتناقشوا، ولكن فيما بينهم راه النقاش سياسي. هذه المعايير الإيديولوجية ولهذا أنا سأعتقد بأنه المتفق عليه كثير بزاف. إذا جيت غير نعدده مثلا مدنية الدولة، وغادي نجي نقول لا راه هذوك تيقصدوا المائية، والدراية كمبدأ كل شيء دابا تيتكلم على مدنية الدولة راه مكتسب مهم جدا. الحريات والحقوق، غير وضح الله يخليك عمر، مدنية الدولة بمعنى ماشي الدولة العسكرية أو الولسية، ماشي الدولة الدينية، ماشي الدولة البوليسية، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود، المقصود. لا 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 واضح. لا شوف، أول ما يتبادر إلى الدين حين نقول الدولة المدنية هو أنا ناقد ديمقراطية، ماشي حتى العسكرية وكذا، لأنه السياق ديال نشأة المصطلح والمفهوم اللي خداه ولادة وانا نقل التيوقراطية، هذه عليها إجماع. بل بالعكس تلقى أهم من يتبناه ويدافع عليه، ونكونوا صراحة هنا، هم الإسلاميين. الجزء الأكبر، عشان نقول الجزء الأكبر، ولكن جزء لا يستهان به من اللي هم ضد التيوقراطية، هما اللي تيتكلموا تيقولوا بانه صمم امان اماره المؤمنين. كاين هادشي ولا ما كاينش؟ كاين، راه كاين، باش ما نكذبوش راه كاين. والنقاش ديال المشروع ديال الدستور في 2011 راه بين حقائق. فلذلك بالمعنى ديال هذا مكتسب مدنيه الدوله، ما بغيتش نفصل بزاف لانه ماشي لن يسعف انا الوقت في هذا الشيء. هذا مساله ديال الحقوق والحريات، هذا مكتسب كل شيء تيتكلم عليه. طبعا غنجيو في مجموعه ديال التفاصيل، واش هادشي تحسن في امريكا؟ تحسن في بريطانيا؟ تحسن تسمعوا النقاش؟ لا دابا واش تسمعوا النقاش اللي كاين دابا في المحكمه الدستوريه، في المحكمه العليا في امريكان، في الموضوع ديال هذا، وهادو قضاه، والخيارات ديالهم اللي غادي ترهن تفسير ديال الدستور وكذا وكذا تتخضع لاعتبارات ديال الميولات ديال مش محافظين ولا تقدمي. ياك هادشي كاين دابا، ياك امريكان كاع. انا ماشي تنقول القياس، ولكن تنقول بانه هذه قضايا في التفاصيل ديالها ماشي مستاهل تحسم. وإلا تنقولوا تحسمات خاصنا نحسموا هذه باش نزيدوا، وكانوا يقولوا امريكان شحال هذه، ولكن كون قالوا شحال هذه، كون باقي عندهم الريق وباقي عندهم كذا وباقي عندهم وباقي عندهم وباقي عندهم. الامر تاع تنتكلموا على فصل السلطات، تنتكلموا على السلميه، ياك تنتكلموا على نظام ديمقراطي، تنتكلموا على مجموعه ديال فهاد الامور هذه خاصها تتمن، خاص لي فالوريزيها بالمعنى. لا الامر الاخر الخطاب ديال التعميم، حتى هو خطاب ما صحيحش داك التعميم، وما يكونش النقاش المدى القريب راه مساله مهمه جدا. نعم الاستراتيجيات وكذا راه مساله مهمه، ولكن راه عندنا 5 سنين ولا عندنا في 10 سنين شنو غادي ندير؟ عندنا تحدي ديال تغول ديال سلطويه تتربح كاع الفضاءات العموميه، شنو غادي نديروا فيها؟ نجي لاخر مساله هو المعول، وهذه تزيد المسؤوليه ديال اللي عنده قوه عدديه، المسؤوليه ديالو اكبر، واللي عنده قوه ميدانيه المسؤوليه ديالو اكبر، لانه هذاك بامكانه يقدم اكبر قدر من التنازلات دون ان يخشى. فبالتالي القاطرة ينبغي أن تكون ديال هاد الأوزان الكبرى، وديال
وتنقولوا ديما التجارب ديال الانتقال والتجربه الاسبانيه، داك التيار الوسطي هو القاطر، وهو اللي في الجي اللي وسطي على الجهه ديال اليمين راه هو اللي تيجر اقصى اليمين، واللي وسطي على الجهه ديال اليسار هو اللي تيجر اقصى اليسار، وتيتحمل وتيريسكي، لانه تندير واحد الحاجه الا ما كانتش فيها المخاطره اما تكونش فيها المغامره زعما، ولكن مخاطره مطلوبه، حتى المغامره مطلوبه. نجي لاخر مساله واللي بانت هي كذا، هي عدم السماح بان النظام يفرز شي على شي، وهذا اسلوب. داروا النظام في الريف، داروا المخزن في الريف، هذوك ريافه ولانهم انفصاليين وكذا، الا سمحنا فيها مشينا. ولكن لاحظوا لما ما سمحناش فيها، اسيدي هذوك ريافه ويدبروا راسهم وعندهم عاداتهم وعندهم كذا، ولكن ما مسموحش لك انت كنظام تفرقنا عليهم. عقلتوا على المسيره ديال الرباط، عقلتوا على بزاف ديال الاحداث. دابا الان ما دازش مده طويله، ولكن واش هذوك اللي كانوا في حكومه سيناء وهذاك البيان واش دابا ما تيتجبد ما تيحشموش؟ غيحشموا نفس الشيء. هذا النظام غيفرز الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، ما نسمحوش بها نهائي. هذا النظام غيفرز العدل والاحسان، ما نسمحوش بها. في هذه اللحظه حنا راه ما فاهمينش باقي، حتى الحوار ما درنا فيه والو، ولكن هذه النقطه ما خصكش تدوزها. علاش؟ لان كل ما السلطويه تغولات اكثر، نعرفوا بانه الفرص ديال النجاح ديال هذا العمل اللي حنايا خدامين عليه تتزيد تتقل اكثر. انا سنعتقد بانه اذا استحضرنا هذه الامور هذه وبدينا الخطوه الثانيه ديال هذه الحوارات، اعتقد بانه تكون واحد الخدمه مهمه جدا للنضال في البلاد والتغيير في البلاد. اسمحوا لي الا طولت. الله يعين سارة. انا غادي ندوز مباشره. سارة راه ديجا تجاوزنا الوقت بجوج دقائق. حنا في محور الاخر صافي، انا دغيا نقول لها غير الخلاصات الاخيره. اذا كيبان من خلال هذه الخلاصات اللي درنا هو ان خاص دار مشروع ارضيه الحوار الاوليه اللي تكون مجمعه معبره واضح فيها المرحله، وهذه المبادره ماشي بالضروري تاخذها القوى التقليديه اللي حنا كنعرفوا، يعني تقدر تجي اما من فاعلين يعني افراد او لا خلاص من ديناميات اخرى اللي كنعرفوها مناضله، وهذا زعما ماشي بالضروري القوى التقليديه اللي تنعرفوها اللي هي خصها تبادر وخصها تاخذ على 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 عاتقها هذه المسؤوليه. ولكن مهم جدا كل ما جات منهم راه غتنجح، كل ما جات منهم هما غادي تنجح. هادشي علاش زعما دو بريفيرونس انها تجي من اما الفعاليات اللي كانت معروفه على انها كتسعى للتقارب الى غير ذلك، او لا من الديناميات اللي هي كاينه اليوم نشيطه وحاضر عندها هذا الهم ديال التقارب. حاجه واحده يمكن اللي كنبغي ناكد عليها انا دائما هو هذه المساله ديال الاولوي والثانوي، وهذا حيت يمكن حتى انا من مرجعيتي كنهضر فيها وكنستحضرها واش غلط ولا ماشي غلط، ولكن مهم جدا هذا التواضح في هذه القضايا هذه، لانها بالنسبه لنا يمكن طرف اخر كتجي ثانوي، ولكن بالنسبه لنا هي اولويه واساسيه، بل اكثر ذلك من الاشياء اللي كيبني عليها النظام السياسي الشرعيه ديالو والاستبداد والشموليه ديالو في الفكر وفي السياسه الى غير ذلك، هما هاد التفاصيل البسيطه اللي كتقوي هذا النوع ديال التسلط وهذا النوع ديال الاستبداد اللي كياخذ اشكال متعدده، لان النظام السلطوي راه فيش غير السياسي بوحده، راه فيه الفكري، فيه العلاقات الاجتماعيه، فيه النظم الفكريه، النظم القانونيه، يعني هو الباك كامل فيه الاستبداد. اذا مهم جدا انه حنا نبحث على المشترك وكنديروا الحوارات، ما نساوش نهائيا اننا نتناقشوا مزيان في هاد القضايا وفي هاد الامور، والاكيد في النهايه ديال الحوار غتبان الامور اللي حنا غادي نجلسوا عليها وغادي نتناقشوا عليها ونخدموا عليها، وغتبان الامور اللي هي غتبقى دائما هي في الجدل المجتمعي. المساله الثانيه هو الالحاح اليوم والضروره اللي خصنا نخدموا عليها مجموعين، هو هذه القضيه ديال الفراش السياسي. زعما جراح كثيره
وأحداث مؤلمة اللي عشنا هاد السنوات كبيرة بزاف، والأكثر من هاد شيء وأن كانت ناس قبل من ضحات باش أن ما يتعاودش هاد السياق، وللأسف ها حنا اليوم يعني تضحيات كثيرة اللي دات قبل، ناس ماتت، ناس تنفات، ناس تسجنات إلى غير ذلك، وها حنا عاوتاني كنعيشوا هاد الجراح وهاد الدموع وهاد الانتظارية وهاد سلب الحرية، وهذا مؤرق. يعني حنا اليوم محتاجين على أننا نتجمعوا على الأقل باش نخلقوا هاد الانفراج، واننا نتنفسوا بعدا. هاد الفاعلين راه خصهم يتنفسوا، لان كثر القمع وكثر الضغط وكثر وكنحسوا على ان هادشي اللي درى عليه السي عمر مهم جدا، هو ان التضامن بدا غادي وكيقل والناس كتعزل. يعني هذا في حين ان قد ما وسعنا الهامش ديال التضامن وهامش الدفاع على نفوسنا، وقد ما بالعكس الناس اللي هي اكثر هشاشه سياسيه فينا هي اللي كتكون في يعني في القلب ديال هذه الحمايه الى غير ذلك، غادي يكون مهم. دونك بالنسبه لي انا اولويه مهمه جدا مطروحه في الاجنده السياسيه اليوم ديال جميع الفاعلين هو الانفراج السياسي والافراج على المعتقلين وحمايه المدافعين. وعاد نقدروا احنا خدامين اننا نديروا هذا الحوار، لان من شروط الحوار هو حريه الراي والتعبير. احنا ملي غنديروا الحوار غادي نهضروا على كل شيء، النظام السياسي، غادي نهضروا على طبيعه المرحله، وحنا شفنا يعني كيفاش تم التدبير ديال هذه المرحله الاولى غادي نسميوها ديال هذا النوع ديال الحوارات في البرنامج. شفنا يعني ان الناس تقدر تمشي فوق ليلين غوج اللي مسموح اليوم اننا نتكلموا عليها. اذا هما مسائل موازيه اللي نخدموا عليها، وتقدر تفتح لينا يعني تجربه وتمرين ديمقراطي في العمل على هذه الاولويه وعلى هذا المطلب. كاين مساله الاخرى هو الخروج من منطق الغضب. يعني احنا كلنا غاضبين ما بدون استثناء، يعني ويمكن كل واحد فينا الا جاي عاود على 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 الاشكالات اللي كيعيشها كل نهار والضغط اللي كيعيش كل نهار الى غير ذلك، ما غاديش نسالم. يعني كاين شحنه الغضب كثيره، خصنا نخرجوا من هذه المنطقه ديال الغضب لمنطقه التحليل والمبادره واعطاء البدائل، وهذا مهم جدا. راه حنا اللي غادي نفسوا، راه ما يمكنش نهائيا النظام السياسي والحكم في المغرب انه يجي وفي العالم ويقول لك عافاك دابا ني الحال بغيت نعطيك هذا الحق، فهمتي انا دابا راني مزيان بغيت نعطيك هذا الحق. لا، حنا خصنا نخرجوا دابا العمل والمبادره والفعل السياسي باش نقدروا اننا نخلق له هذه موازين القوى، لانها راه واقفه وكاين وكاين الازمه، وحنا ماشي ضعاف، حنا باقي ما قدرناش نخلقوا هذا البديل. دونك بالنسبه لي انا مهم جدا اننا نخرجوا من هذا منطق الغضب والسخط، يبقى حاضر عندنا لانه هو المحرك، ولكن لمنطق المبادره والفعل والمشروع. وهنا غادي نهضر على داك الشيء اللي قلتي سي فؤاد، مهم جدا هو ان الادوار مختلفه، راه كل فاعل عنده الادوار مختلفه، وبالنسبه لي انا كلها مهمه بدون استثناء، ولا مشى شي واحد منها كتختل العمليه. التفاوض مهم، الترافع مهم، الاحتجاج مهم، مواقع التواصل الاجتماعي مهم، الفعل السياسي مهم، الفعل المدني مهم، الاحتجاج مهم، هادو كلهم خصنا نقلبوا على شنو لو فيل كونديكتور اللي غيقدر يجمع بيناتهم وغيقدر يخليهم يتقاربوا. ولكن هما كلهم من المواقع مختلفه مهمه جدا باش اننا نزحفوا هذا الحيط وان التغيير يزيد. وداكشي علاش خصنا نحترموا بعضنا ونحترموا التقديرات السياسيه اللي كيدير كل واحد فينا، ونحترموا الاليات والادوات اللي كيستعمل كل واحد فينا. راه ماشي بالضروري كنا غنديروا الاحتجاج، وماشي بالضروري كنا غنديروا التفاوض، وماشي بالضروري كنا غنديروا الترافع. اذا غير نحترموا هذا. ثم اخيرا باش نسالي، انا شخصيا كل تفاؤل على ان ما غاديش نبقاو عايشين هذا الشيء مده طويله، لان طبيعه ديال الطبيعه هي كتعطي التغيير، والطبيعه هي كتعطي يعني الظلم ما ممكنش يستمر بزاف. يعني كيجي واحد اللحظه كينتهي الظلم، والمطالب ديال الناس غادي تحقق. ولكن واحد شويه ديال التواضع مزيان، واحد شويه نقصوا من الاستاذيه حتى هي مزيان، ونعرفوا على ان الدروس ديال الريف ديال جراده ديال 20 فبراير جات قيادات اخرى باشكال اخرى. النموذج ديال ناصر الزفزافي والرفاق ديالو راه ماشي سهل، يجب ان يدرس، لانه عطى مثال اخر ديال القياده الميدانيه والقياده الاحتجاجيه والقياده ديال التغيير. اذا ونتعاملوا مع هذا الشكل ديال الديناميات، يعني بمنطق كيف ما قلت في الاول منطق الشريك ومنطق الحليف، ولكن ماشي منطق
المنطق حنا الفوق وهما التحت، ولا منطق الوصاية حنا اللي كنفهموه هما ما تيفهموش، ولا خاصنا نكونوا باش نأطروا هذا الشيء، ولا نهائيا هذا المنطق ما خصوش يكون هو منطق ديال التكامل ديال التحالف وديال وديال الشراكة. إذا ثلاثة الشروط أساسية، كل شيء يكون مؤمن بالتغيير الديمقراطي في الحوار، المسألة الثانية هو السلمية، المسألة الثالثة هو الوضوح. شكرا سارة. كنظن بأن كانت واحد المجموعة ديال الملاحظات في التشات على النقاش ديالنا. مثلا أحد الأصدقاء قال ودي حذاري، راه التوافقات ما كخصهاش تكون على حساب المبادئ. كنظن بأن هذا مسلم به، كل واحد كيحتفظ بالمبادئ ديالو. حنا كنتكلموا ماشي على المبادئ أو الإيديولوجية اللي كتحكم هذه المبادئ، بل على التصريف السياسي ديالها اللي هو بالضرورة كيعرف جدولة زمنية وكيعرف ترجمة ميدانية. إذنك ما مطروحش أن شي حد غادي يتخلى على المبادئ دياله باش يدخل في أي توافق مهما كان. أحد الأصدقاء أيضا قال بأنه ودي كيستغرب أن كلمة المواطنية لا سيتوينتي ما وردات أي مرة. أنا كنظن بأن هذا هو المعنى اللي كنا كنتكلموا عليها، ما استعملنا كلمات كثيرة، والعديد من المصطلحات ما وردتش، أو لا أحيانا حتى مواضيع مهمة ما ناقشناهاش بما يكفي. مثلا اليوم ما جبتناش قضية المرأة، ما جبتناش قضية واحد المجموعة ديال القضايا اللي أساسية في التصورات ديالنا للمجتمع، ولكن كنعتقد بأنه المعنى واضح. ما قلناش الموضوع ديال العدالة، مصطلح العدالة الاجتماعية ما قلناش كاع مثلا. بغيت ننبه ايضا ان يعني خلق حركة ديال المجتمع من اجل التغيير كتقتضي ان الاطراف تكون مطمئنة، ماشي فقط الثقة في الاخر، الثقة ايضا في الذات، والثقة في الذات كتقتضي ان يكون عندك واحد الحجم. اي دونك انا ملي كان ناخذ الخبر ديال انه راه تحالف اليسار الديمقراطي غادي يعلن على المؤتمر ديالو في خلال الشهور المقبله، ملي في اخر حلقه اللي استقبلنا فيها عصيد كينادي من جديد بجبهه ديمقراطيه، ملي كنسمعوا ضروره التشكل ديال جبهه تقدميه، ملي كنسمعوا بجبهه اجتماعيه رغم ما يتخللها من ثغرات لحد الآن وخصوصا من إقصاء. كنظن بأن هذا الشيء كله في نهاية المطاف يصب في الاتجاه الإيجابي ديال أنه يخلق الطمئنان للذات اللي يسمح بالانفتاح على الآخر. ما حد شي حد مخلوع ومرعود من عدم القدرة دياله على الفعل. أحيانا كيدير ديك السياسة دي قلب على انك تحتمي بالمخزن ولا تغامر بانك تغير مع الشعب، لان الشعب لا يؤتمن، لان الديمقراطيه ما عرفتهاش فين تدي وكذا. اي دونك كانت واحد القضيه ايضا اللي وردات ديال الاولويات. الاولويه ماشي هي الاهم في البرنامج ديالي، الاولويه هي ما اعتقد انه يساهم في الدفع بقوة للصيرورة التي أنا داخلها. القابلة للتحقق. إيه؟ والأكثر قابلية للتحقق. هذا هو المقصود بالأولوية، ماشي الأهمية. الأهداف. البريوريتي ماشي هي الإمبورتونس. كيكون فيها ما يسمى النجاحات السريعة، الكويك وينز. هادو أحيانا ما واخا يكون صغير في الحجم ديالو، ولكن كيعطي صورة على التقدم. وكنظن بأن للأسف أننا تربينا بزاف خصوصا في الحركة الحقوقية المغربية على أن دائما كيخصك تقول كل شيء كحل، وملي كتقول كل شيء كحل كتنفي حتى الانتصارات اللي تمكنت أنك تحققها أو اللي تمكن المجتمع أنه يحققها لذاته. إلا كنا انتهينا بقى فقط أنه نعلن أن الحلقة المقبلة ديالنا يا روي لا ما حد قلت واحد الكلمه اللي تسمح لي دقيقه وتنعتقد لانها مهمه جدا. فكره ديال ان فكره ديال ان اطراف اخرى تكون قويه جدا، وهذه مساله مهمه جدا. واضح. مثلا انا شخصيا زعما
ياك وبدون مزايدات ولا مشروع ديال فيدرالية اليسار انه ينجح، تنحس بانه ماشي تهديد لي انايا كاسلامي، بالعكس بالعكس المشكل هو انا الى تصورت بانني انا تنتقوى اولا باش نغلب هذاك، هنا فين تتبدل المعادله. واضح؟ لان غادي لان هذا هو البام، هو المشروع ديال ما بعد 2007 كله جا خصنا نقويو واحد الصفحه ذاتي باش نطحنوا الاسلاميين، طحنوا هما وداس مده وطحنوا حتى هاد الاسلاميين، ولكن شنو اللي بقى؟ فبالتالي انه يسار قوي هذا في مصلحه الاسلاميين، لانه يسار قوي تعني بانه المطالبين بالعداله وبالحقوق وهذا اقوياء، وهذا في صالح طرف اللي باغي التغيير. فبالتالي اي خطوه نتمناو ماشي غير فيدرالية اليسار اللي تنجح ويتوحدوا مع الرفاق ديالهم الاخرين ويتوحدوا مع الناج ويكون هذا البول ديال لاكوش، هذا مهم جدا زعما محتاجو. انا لا ارى بانه يهدد بالعكس التغيير في المغرب، بل هو في مصلحه التغيير. طبعا ممكن يجعلني انايا ندير حسابات ديالهم ندخلوا المرحله ديال التنافس، هذاك مرحله ثانيه. دابا حنا في مرحله ديال التغيير اللي باغي تضحيه ماشي باغي تنافس، وبالتالي تغيير ميزان القوه. انا ديما تنقول ميزان في جوج ديال الكفات، الا ولاو في ثلاثه ديال الكفات مابقاش ميزان ترون ولا في مصر. وسمح لي غير رايتها بان ضروري نقول الفكره هذه. فؤاد قبل ما تدير، كاين في التعاليق الناس كتطلب انها تكون جزء من الحوار وانها تبقى تجي البرنامج بزاف، يعني انها تكون جزء من النقاش. كاين هادشي في التعاليق. شكرا شكرا. اذا بقى لنا فقط اننا نعلنوا بان موعدنا المقبل هو نهار الاحد 22 ماي ماشي الاحد المقبل. شكرا للمتابعين والمتابعين، وموعدنا مع التسعود المرة الجاية ماشي العشرة كما تعودنا في منذ رمضان. تحياتنا، أهلا.